عليك أن تتعلم قواعد اللعبة أولا، ثم عليك أن تتعلم كيف تلعب أفضل من الآخرين. دي مقولة شهيرة للعالم ألبرت أينشتاين، للنهاردة بيوافق الذكرى 60 لوفاته سنة 55. أينشتاين بيتكلم عن قواعد اللعبة، وأكيد مش بيتكلم عن الفهلوة ولا فدان الحظ وإرادة الشطارة. اللعبة مقصود بيها الحياة، العمل، المنافسة، وحتى العلم. تتعلم ازاي الناس بتدخل في اي مجال حسب قواعد محددة لازم تعرفها قبل ما تنزل الملعب، وبعدين تتقنها، وبعدين تجودها عشان تبقى في المقدمة. بدون فلسفة فارغة، في السياسة الدول بتلعب بقواعد معينة، وممكن تكون القواعد احيانا انه لا قواعد، او انك تدي اشارة يمين وتدخل شمال في مواقف محددة، انك تكشر عن انيابك يوم وتبقى حمل وديع يوم تاني، انك تعرف ان العدو اليوم ممكن يبقى صديق بكرة. مفيش عداء دايم ولا صداقة دايمة، لكن لازم تفضل دايما في صورة صاحب المبادئ. اللي بقوله ده جزء صغير من قشرة القواعد في السياسة، اكيد اهل السياسة عارفين قد ده مليون مرة وبيطبقوه في احيان كتير. السياسة في اوقات زي اللي بنعيشها هي فن المشي على حبل رفيع. اصدقائك يتقلبوا عليك في يوم وليلة عشان مصلحتهم كده، واعدائك في لحظة يجروا معاك ناعم عشان برضو مصلحتهم كده. الفن انك تعرف تستفيد من اللحظة دي ومن اللحظة التانية برضو. تبقى واثق في نفسك وقضيتك وخطواتك، وتحقق مصلحتك ومصلحة شعبك في كل لحظة. الكلام اللي بينطبق على السياسة بينطبق على حاجات كتير في الدنيا. المهم انك تتعب في تعلم القواعد عشان تعبك في اتقاد اللعب ما يبقاش على الفاضي، فتكتشف في الاخر انك تفوقت في الولا حاجة، وبقيت ممتاز في اللا شيء، او افضل محدش يعرف. اعرف، العب، اتقن، اكسب. ولو ما عملتش كده انت حر، بس ما تزعلش اما غيرك يعرف ويلعب ويتقن ويكسب وانت مشغول في انك تبقى ملك الولا حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محكمة جنايات القاهرة حطت أنصار بيت المقدس ومؤسسها و207 من أعضائها على قائمة الكيانات الإرهابية وقائمة الإرهابيين، بناء على طلب النائب العام اللي طلب من المحكمة إدراج الجماعة ومؤسسها وأعضائها على القوائم إعمالا لقانون الكيانات الإرهابية. البيان استند على تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا اللي أسندت لمؤسس أنصار بيت المقدس توفيق محمد فريج انه ارتكب جرائم تأسيس الجماعة، واتصل بتنظيم القاعدة وغيره من التنظيمات الارهابية خارج مصر عشان يعمل اعمال ارهابية في مصر. التحقيقات قالت ان المنضمين للجماعة اتدربوا في الخارج على ايدين القاعدة، وانشأوا معسكرات تدريب وخلايا عنقودية في سيناء ومدن القناة والدقهلية وكفر الشيخ والفيوم وقنا عشان ينفذوا مخططهم. طبعا انصار بيت المقدس عشان يزودوا الاثبات عليهم اكتر واكتر اعلنوا على صفحتهم على الفيسبوك ان هم النهاردة استهدفوا مدرعتين للجيش جنوب الشيخ زويد، وكانوا اعلنوا من ساعات عن اشتباكات بينهم وبين الجيش في نفس المنطقة. طيب اللي حذرت منه حصل بعد التقرير اللي غالبا ما كانتش واقعية عن اوضاع المحتجزين في الاقسام. طلبت النائب العام ووزير الداخلية بان اللي مش متورط في حاجة يروح في الاقسام. النهاردة المستشار تامر العربي رئيس نيابة مصر القديمة امر بتشكيل لجنة من اطباء القصر العيني للكشف على المحتجزين في اسم مصر القديمة، وبيان اذا كانوا بيعانوا من اصابات او امراض معدية ممكن تؤدي للموت. ده كان على خلفية وفاة 2 محتجزين في القسم خلال الاسبوع ده.
تامر العربي قال انه هيشكل لجنة تانية من الطب الوقائي لمعاينة اماكن التهوية الموجودة في اماكن الحجز وفي القسم. طبعا عايز اسأل سيادة رئيس نيابة مصر القديمة المستشار تامر العربي، يعني مش برضو نيابة مصر القديمة كانت فتشت على الاسم ده وكان ما فيهوش اي مخالفات وكان زي الفل، ولا انا مش فاكر؟ طب هل في امكانية ان حضرتك تستدعي الناس اللي راحت فتشت على الاسم وهم من اعضاء النيابة العامة عند حضرتك وتسألهم لما راحوا الاسم لقوا ايه؟ لقوا الكلام ده؟ لقوا الدنيا فعلا زي الفل؟ ولا كانوا مبلغين ان هم رايحين فتم توضيب الاسم؟ ولا ايه اللي حصل اللي خلى ان الاسم يبقى الاسبوع اللي فات زي الفل وفي خلال الاسبوع اتنين يموتوا لسبب او لاخر؟ وحب اقترح على حضرتك انه برضو من الاحسن ان حضرتك تروح الاسم بنفسك وتشوف هناك ان اللي ما عندوش حاجة تستحق ان هو يتحجز يروح، لان متهيألي دي مشكلة متكررة وبتزيد. ولا هننتظر كام واحد يموتوا بازمات قلبية وهبوط في الدورة الدموية عشان نحاول نعمل حاجة لله؟ ارجوك يا فندم، مسألة مش مسألة دكتور ولا طب وقائي، لان في اجراءات وقائية كتير زي او اهم من الطب الوقائي. الطب الوقائي شيء مهم جدا، الدكتور مهم جدا ان هو يكشف، لكن في نفس الوقت في اجراءات كتير محتاجة انها تتعمل. واذا كان الموضوع ده انا بوجهه لحضرتك عشان خاطر ده اسم مصر القديمة، بوجهه ايضا لرؤساء النيابات في الاماكن المختلفة ان التقارير اللي صدرت محتاجة انها تتراجع. موضوع ان الاقزام زي الفل، يعني مش هقول ان الشرطة عندها مشكلة كبيرة، لكن هقول ان في شرطة نفسها بتعاني من مشكلة موجودة عندها من ان الاقسام بتاعتها حالتها مش ولا بد. فبالتالي حتى لو هم حاولوا واشتغلوا النتيجة في الاخر خالص مش هتكون سهلة، محتاجين الاجراءات تبقى ايسر وابسط. ان الاجراءات بتاعت الترحيل للسجون اللي معرفش حالها عامل ازاي، او الافراج عن الناس اللي مش متورطة في حاجة تتم بشكل اسرع من كده. في نفس الوقت يكون في تحسين للاحوال اللي موجودة في هذه الاقسام. نروح للشأن الخارجي. وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قدم للأمم المتحدة خطة سلام من 4 نقط بخصوص اليمن، بتتضمن وقف فوري لإطلاق النار، إنهاء كل الهجمات العسكرية الأجنبية، تقديم المساعدات الإنسانية، استئناف حوار وطني واسع، وتشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة. ظريف اللي هو الوزير ظريف قال استمرار القصف هيعزز شوكة الجماعات الإرهابية والمتطرفة، ولازم المجتمع الدولي يشارك بأكثر فاعلية في وضع حد للهجمات الجوية العبثية حسب كلامه. رويترز نقلا عن مسؤولين في الأمم المتحدة قالت إيران طلبت توزيع الخطة على الدول الـ15 أعضاء مجلس الأمن، ده في الوقت اللي السعودية أعلنت فيه عن التبرع بمبلغ 274 مليون دولار مساعدات إنسانية لليمن بناء على أوامر الملك سلمان، بعد ما نشدت الأمم المتحدة المانحين التبرع لتوفير مساعدات عاجلة لملايين اليمنيين المتضررين من الحملة الجوية. السعودية قالت في تصريح رسمي تؤكد المملكة وقوفها التام بجانب الشعب اليمني الشقيق، وتدعو المولى عز وجل أن يعيد الأمن والاستقرار لليمن الشقيق. لكن الرئيس الإيراني حسن روحاني وجه انتقادات شديدة للسعودية وحذر من ان الاسرة السعودية الحاكمة هتحصد ثمار الاحقاد اللي بتبذرها في اليمن، وقال قتل المدنيين في اليمن مش هيعود على السعوديين بالفخر او القوة. روحاني اتهم السعودية بتزويد الحركات الارهابية في سوريا ولبنان والعراق بالسلاح وبالمال، لكن الجيش الايراني هدفه دفاعي بحت ولا ينبغي النظر اليه على انه بيهدد المنطقة. يعني الرئيس الايراني بيقول السعودية بتدي فلوس وسلاح للحركات الارهابية في سوريا وفي لبنان وفي العراق، والجيش الايراني جيش دفاعي ملوش دعوة باي حاجة، وان القطع البحرية اللي موجودة في الخليج الفارسي وخليج عدن الغرض منهم ضمان امن الدول المجاورة وحركة النقل البحري. طبعا مش من حقي ارد على فخامة الرئيس الإيراني إلا بصفتي مواطن عربي مش أكتر، مش بصفتي حتى إعلامي بتكلم من قناة تلفزيونية. فعايز أقول لفخامته يا فخامة الرئيس، هو أنت مصدق نفسك؟ يعني بجد أنت مصدق إنك قلت كده فعلا؟ يعني أحب أقول لفخامتك
ان انتم في ايران ما جلبتوش للمنطقة وللاسلام الا العار من 35 سنة، وما حاولتوش ولو مرة واحدة تقفوا في صف الحق. زرعتم الاحقاد في اليمن، زرعتم الخوف في المنطقة، اوهمتوا العالم الاسلامي كله انكم ضد امريكا، وقعدتم معاها في السر وبعدين في العلن، وعلنتوا ان انتوا ضد اسرائيل وقعدتوا معاها في السر ولسه منتظرين العلن. هددتوا امن مصر في الثمانينات بعد شماتتكم في مقتل رئيس مصر واقامتكم للافراح. لعبكم في سوريا والعراق ولبنان مش سر على حد. زرعتوا الاحقاد لاول مرة بين المصريين والفلسطينيين بدعمكم لفصيل سياسي بيعادي مصر. مخابراتكم لعبت على ارضنا. بحريتكم مش عارف بتحمي مين في الخليج، اللي بالمناسبة اسمه الخليج العربي يا فخامة رئيس ايران، ما اسموش الخليج الفارسي، انا اسف، اسمه الخليج العربي وليس خليج فارس ولا الفارسي. اجرتوا قواعد عسكرية في البحر الاحمر في افريقيا على وجه الدقة في اريتريا. بتحموا مين هناك يا فخامة الرئيس؟ قاعدة عسكرية ايرانية في البحر الاحمر في اريتريا، تحمي من من من؟ عقيدتكم الدفاعية ليست دفاعية، وفي ذلك فلتسأل العراق وليسأل أهل العراق عما أنتم فاعلون به، فليسأل اللبنانيون عما أنتم وحزب الله تابع لكم يفعل بهم. فخامة الرئيس أرجوك ما تصدقش نفسك. فلاديمير بوتين رد على سؤال قناة روسيا 24 عن تصدره تصنيف مجلة تايم لأكثر الشخصيات نفوذا في العالم، وقال التقييمات دي ما تفرقش معايا، لأن نفوذ رئيس الدولة بيقيم حسب قدرات الدولة الاقتصادية والدفاعية، وقال عندنا مكونات كتير تسمح لأننا نعتبر نفسنا بلد بيمارس سياسة سيادية مستقلة دوليا وسياسة داخلية تتوافق مع تطلعات الشعب، وبالتالي احنا شريك موثوق فيه بما فيه كفاية، لأننا مش بنخضع لأي إملاءات ولا بنركب الموجة. بوتين علق على تصريحات إسرائيل عن إمكانية توريد أسلحة إسرائيلية لأوكرانيا ردا على تصدير روسيا منظومة الاس 300 الصاروخية لإيران، وقال ده اختيار القادة الإسرائيليين وعندهم الحق إن هم يعملوا اللي هم شايفينه. منتهى الثقة برضو من بوتين. الرئيس السيسي في اجتماعه مع أعضاء مجلس أمناء مكتبة اسكندرية قال مصر بتهتم بالشباب اهتمام كبير، ومؤسسة الرئاسة هتعلن قريب عن برنامج لتأهيل وإعداد الشباب لتولي المراكز القيادية، ومكتبة اسكندرية ممكن تلعب دور مهم وتساهم في البرنامج التدريبي. بمناسبة الشباب، النهاردة ضيفي هيكون وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، هنتكلم معاه في هذه الأمور، لأن احنا لابد أننا نطرق أبواب الشباب في كل القطاعات غير التقليدية. بمعنى لما كان هنا عندي واحد من ضيوفي بيتكلم على انه مش لاقي عمال، يبقى دي مشكلة موجودة عند الحكومة وعند المستثمرين وعند الشباب. لماذا يحجم الشباب عن بعض الوظائف ان ما كانش كل الوظائف؟ هل الحكومة عندها دراسات وبتستطلع رأي الشباب هم عايزين ايه وليه الدنيا ماشية في الاتجاه ده؟ ده شيء مهم جدا ان احنا نعرفه منه، بالاضافة لاننا نشوف الدولة بتعمل ايه للشباب، مش بس في مجال الرياضة، مش بس في المجالات الترفيهية، لكن في كل شيء، لان لما يكون عندها وزير للشباب والرياضة يعني معناه عندنا وزير مسؤول عن 60% من المجتمع المصري، وباقي الوزراء مسؤولين عن 40%، يعني هو عنده الهم الأكبر، فبالتالي هنفتح معاه الكثير من الموضوعات
وعايز اذكر حضراتكم اننا برضو في انتظار السيد محافظ القاهرة الدكتور جلال سعيد ان هو يكون موجود عندنا عشان يكلمنا عن 16-18 مليون واحد اللي عايشين في القاهرة. طبعا هم عايشين في القاهرة الكبرى، العدد اقل في القاهرة يمكن بقى 12 مليون، ولكن وجهة مصر رأيه ايه ان مصر ناوية يبقى عندها عاصمة جديدة؟ هل القاهرة هتحال الى الاستيداع؟ هل تحال الى المعاش؟ ولا هيكون امتداد للقاهرة اللي بينشأ في العاصمة الادارية الجديدة؟ نرجع للرئيس السيسي في مكتبة الاسكندرية اللي اهدى الرئيس السابق عدلي منصور الكتاب الذي اصدرته المكتبة عن ما تم انجازه خلال العام الذي ترأس فيه الرئيس عدلي منصور جمهورية مصر العربية. وقال الرئيس العوامل الاقتصادية والاجتماعية ممكن يكون ليها دور في الانجراف الفكري عند بعض الشباب في اتجاه التيارات المتطرفة، لكن استغلال المضللين ومغلوطي الفكر للدين بيمثل عامل جذب رئيسي للعناصر المحبطة، وده اللي لازم نواجهه بتصويب الخطاب الديني وتنقيته من الافكار المغلوطة في ضوء ضرورة توافر اطار متكامل لمكافحة الارهاب، ما بيغفلش عن اي ابعاد ضرورية لدحره على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية. رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب قابل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ورئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وقال وكان معهم برضو بعض الفنيين والعمال في الشركة، وشكرهم رئيس الوزراء على جهودهم الايام اللي فاتت اللي نتج عنها في وقت قياسي اصلاح ابراج الكهرباء في 6 اكتوبر اللي تسبب تفجيرها في قطع الكهرباء عن مدينة الانتاج الاعلامي، وقال ان التفجير عمل ارهابي اجرامي، لكن في المقابل جهد رجال الكهرباء الشرفاء واختصار زمن الاصلاح بيعبر عن روح التحدي المصرية. وقال اشكركم من موقعي كرئيس للحكومة وارجو ابلاغ شكري وتقديري لباقي فريق العمل، فانتم رجال مصر الذين ستتحقق على ايديهم الانجازات. واحنا بدورنا من مدينة الانتاج الاعلامي وكعاملين في المدينة بنتوجه بنفس رسالة الشكر للرجال والسيدات لو كان بينهم سيدات اللي بذلوا الجهد ده فعلا عشان خاطر تعود الكهرباء بطاقتها التي كانت عليها يعني قبل الانفجار. لكن رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء قال الوضع بقى أفضل مما كان، ورجال الشركة بذلوا جهود كبيرة ووعدوا بالإنجاز في زمن قياسي ونفذوا. يعني بلاش مبالغة يا فندم، يعني رجع زي ما كان، ازاي افضل مكان؟ كهرباء واصله، كانت واصله كهرباء وكهرباء برضو واصله. طبعا جهدكم مشكور ان الكهرباء رجعت بهذه السرعه وتم الاصلاح بهذا الشكل. رئيس الشركه قال 145 برج تم الاعتداء عليهم وتم اصلاحهم على الفور، والابراج الاربعه اللي تم تفجيرها مؤخرا تم اصلاحها على التوازي. رئيس الوزراء اصر على تقديم الشكر بصفه خاصه لواحد من العمال اللي حضر اللقاء، وقال له وصل لزملائك شكرنا جميعا، فالرد العامل مجرد تحيتك تكفينا والتعب كله بيروح. طبعا الروح اللي موجودة عند المواطن المصري المتمثلة في شغل المهندسين والفنيين والعاملين في الكهرباء هي روح عادة بتكون حاضرة وقوية في اللحظات الحرجة. كنت بتكلم قريب على اللي احنا شفناه يعني في المؤتمر الاقتصادي، وشفنا ازاي الناس المصريين كانوا في المؤتمر الاقتصادي، الابتسامة كانت من هنا لهنا من لحظة ما كنا في مطار القاهرة لغاية ما وصلنا شرم الشيخ او رجعنا من شرم الشيخ. فبالتالي يعني هل ده الشعب المصري اللي في لحظة التحدي نلاقيه واقف وقوي وقتل وبيواجه وبيتعامل مع المشاكل اللي موجودة او التحديات اللي موجودة؟ يعني اتمنى ان ما يكونش هو ده بس اللي حصل، لان لو ده حصل ده معناه اننا هنرجع الى ما كنا عليه في فترة ما قبل المؤتمر الاقتصادي من تراخي. وللأسف انا مستشعر اننا ما خدناش قوة الدفع اللي موجودة في المؤتمر عشان خاطر نستمر بيها. في نفس الوقت يعني كويس قوي اننا يعني
زي ما بيقولوا كده كلمة روح الفانيلا الحمراء. جميل اننا نقاتل ونجيب الجون في اللحظة الاخيرة، بس مش هنفضل نقضي عمرنا بنجيب الجوان في اللحظة الاخيرة، ما هتفلت مننا مرة واثنين وثلاثة واربعة، واديك شايف روح الفانيلا الحمراء مخلية الاهلي ورا الزمالك بثمانية بونت، والزمالك ماشي وفاتح لقدام. فبالتالي ما نقدرش نعتمد على ده طول الوقت، عايزين هذه الروح، روح مصر، روح الناس انها تبقى عايزة تشتغل، عايزة تعمل حاجة لنفسها. يا سيدي مش مطلوب منك ان انت تعمل حاجة للاخرين، اعمل لنفسك. لما هتعمل لنفسك هتشتغل، هتبقى اكبر، هتبقى اقوى، هتبقى احسن، هتقدر ان انت تنجز حاجة. كريستوفر جارفيز مستشار إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي بيقول الحكومة المصرية عندها خطة جيدة لخفض عجز الموازنة، وأشار لأهمية تنفيذ السياسة دي بصورة كاملة مع التركيز على العمل على زيادة معدل النمو وخلق مزيد من فرص العمل. جارفيز اللي بيرأس بعثة الصندوق لمصر قال النهاردة ان تبني السياسات اللي بتساعد في خفض عجز الموازنة وتحسين ميزان المدفوعات هتساهم في تعزيز معدل النمو وخلق فرص العمل، ورحب بسياسات البنك المركزي اللي بتهدف لتبني مزيد من المرونة تجاه سعر الصرف. وقال السياسات اللي زي دي ممكن تكون مفيدة بالنسبة للنمو وميزان المدفوعات، لانه من المتوقع ان الصناعة هتستفيد من نفس الموضوعات دي ومن نفس الأرقام اللي هتتحقق. أرقام تدعونا للتفاؤل، تفاؤل حذر. النهاردة يعني احنا محاطين بظروف في معظمها هي ظروف صعبة، ولكن مع كل تحدي بيكون في فرصة. بمعنى انخفاض أسعار البترول بالتأكيد هتؤثر على الدول البترولية التي تعاون مصر، بالتأكيد هتؤثر على الصناعات وحركة النقل وحركة التجارة، لكن ده معناه ان الدولة عندها النهاردة فرصة انها تخفض عجز الموازنة بتاعها بطبيعة الحال، لان الموازنة بتاعتها كانت مبنية اصلا على اسعار للطاقة، النهاردة انخفضت الى النصف اقل شوية، يمكن كانت الدولة متوقعة انها تنخفض اقل، يعني انها كانت شايفه سعرها عالي قوي زي ما كانت فوق $100، تمام، بس خفض 40% من توقعات الحكومه في اسعار البترول بالتاكيد ليه معنى لازم يترجم في شكل خفض في عجز الموازنه. اذا كانت الدوله بتتعاون مع او بتتعامل مع قضايا تانية على اساس ان بقى عندها فرص انها تعيش مع ما هو موجود من تحديات وتحولها الى فرص، اعتقد ان العملية دي مش صعبة. كنا سمعين من الدكتورة نجلاء الاهواني وزيرة التعاون الدولي وهي موجودة في واشنطن امبارح انها بتتكلم على الخطة المصرية للتعامل مع الدعم. طيب كلام رائع اللي قدمته وقوبل بحفاوة شديدة جدا في اجتماعات البنك الدولي. هذا الكلام ينعكس ازاي على حياتي وحياتك؟ اكيد لابد ان هو ينعكس في شكل خدمات افضل، لان النهاردة بقى في وفر، فكان حاجات مستحيل انها تتعمل في ظل هذا العجز الشديد جدا من الممكن ان هي يوجه ليها هذا العجز انها تتعمل بهذا الشكل بدل اللي بيحصل ده. في نفس الوقت احنا جماعة ما بننتجش، عندنا مشكلة ان عندنا تقريبا انعدام في الانتاج، عندنا مشكلة قابلتنا وحكيت لكم عليها الاسبوع اللي فات ان روسيا مش عايزة تاخد البطاطس بتاعتنا لسبب او لاخر، يمكن يكون السبب زي ما قلت لكم هو ان عندها فائض في زراعة البطاطس. ده تحدي جديد، التحدي ده هتتعامل معاه الدولة ازاي؟ هل هتفتح بالاشتراك مع المصدرين، لان ما ينفعش الدولة تقعد تعمل الكلام ده لوحدها، تفتح مع المصدرين ابواب تانية؟ الجمعة اللي جاية في مؤتمر معمول في الصندوق الاجتماعي في ارض المعارض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، هيحضره رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء منظمينه جمعية شباب الاعمال. حقيقة كنت في تواصل معاهم
النهارده هاتفيا وبنتكلم عنه، هيكون في استضافه ليهم قبل المؤتمر الاسبوع القادم، مؤتمر الجمعه هنلتقي بيهم هنا في القاهره 360 يوم الخميس. المؤتمر عنوانه اشتغل. فهل اشتغل اللي هم بيتكلموا عنها هي توفير فرصة العمل؟ هل اشتغل هي معناها توفير فرصة التدريب؟ ولا اشتغل ده فعل امر؟ انا متصور اننا النهاردة محتاجين لفعل الامر. اشتغل وإلا، اشتغل وإلا مش هتعرف تعيش، اشتغل وإلا مش هتاكل. ما انت يعني اللي ياكل على ضرسه ينفع نفسه. كل الكلام اللي اجدادنا علموه لنا فابنائنا تناسوه او نسيوه ما فيهاش جدل. محدش ابتدى، انا اعرفه على الاقل ابتدى بالدنيا من فوق. كل الناس طلعت، في واحد طلع اسرع من التاني عشان خاطر نصيبه كده، قدره كده، رزقه كده، شطرته كده، اجتهد كده، كلها عوامل ممكن يكون بعضها اصاب وبعضها اخاب وبعضها ما اصابش. لكن بالتأكيد بالتأكيد اشتغل واشتغل بذمة، هو ده الطريق الطبيعي جدا اللي انت المفروض ان انت تمشيه، ثم تعتمد بعد ذلك على ان ربنا يكون موسع لك في رزقك، ان هو محبب خلقه فيك، ان هو راضي عنك، انه مبارك لك في هذا الرزق. لكن في المقام الاول اشتغل يا اخي. ما انت يعني ازاي هتحسن الحاجة وتطلع من سلمة لسلمة وانت اصلا ما رحتش ناحيه السلمه الاولانيه. طيب مش عايز اطول على حضراتكم، لكن برضو من الاخبار الكويسه هو ان الفريق مهاب مميش رئيس هيئه قناه السويس قال انه تم انجاز 98% من الحفر الجاف في قناه السويس الجديده. الرقم ده اقل من اللي كان اعلنته القوات المسلحه، كان الرقم الثاني 98 وكسر 98.5 تقريبا. وقال انه هيتم تجربه القناه قبل افتتاحها بثلاث شهور، وهيتم الانتهاء التكريك في منتصف شهر يوليو. متذكرين حضراتكم كان وعد الرئيس او طلب الرئيس، يعني ممكن نسميه وعد او ممكن نسميه طلب او ممكن نسميه امر زي ما انتم عايزين. هو وعدنا وامر رجاله، وفي نفس الوقت طلب من المدنيين ان الكل يتعامل على اساس ان عندنا قناة جديدة بطول 35 كيلومتر غير التعميق، غير ان يبقى فيه اضافة لعرض القناة في بعض الاماكن. كل ده يبقى جاهز يوم 5 اغسطس. اكثر المحبين للرئيس قالوا صعب، ما اعتقدش ان الرئيس هيقدر يعمل ده في هذا الزمن، وقد ايه احنا بنخشى على الرئيس ان هو يعد مثل هذا الوعد ولا يتحقق. النهاردة شايفين كلام تاني، شايفين فعل تاني، شايفين ناس اشتغلت بشكل افضل، حققت حاجة، خرجت بنتيجة في ميعاد ضربت بيه كل الارقام القياسية. ارجو ان ده يكون اسلوبنا في التعامل في كل شؤون حياتنا. هنروح لفاصل ونرجع نلتقي بالدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدون مقدمات ارحب بمعالي الوزير الدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك، اهلا وسهلا. عايز اسال حضرتك كده سؤال كده دغري، لما سمعت حضرتك في وقت المؤتمر الاقتصادي ان في عاصمة ادارية جديدة لمصر، شعورك كان ايه؟ لا انا شعوري، انا طبعا القضية كانت مطروحة من قبل يعني. نعم. يعني قضية ان بتنشأ عاصمة ادارية جديدة كانت العملية مطروحة من قبل، ف يعني هو فقط اللي حصل في المؤتمر هو ظهور الفكرة دي الى، او يعني ترجمة الفكرة دي الى، اعلنت بقى لينا احنا، الى اعلان رسمي من الدولة بواسطة يعني في حضور السيد رئيس الجمهورية وامام يعني حشد عالمي، يعني المئات او الالاف من الحضور والملايين من اللي شاهدوا هذا المؤتمر على وسائل الاعلام. وبالتالي الفكره مش جديده، ولكن الاعلان عنها هو اللي تم في هذا المؤتمر. فكره بقى وجود اولا القاهره طبعا الحاليه ضخمه جدا، كبيره جدا، فيها اولا يعني لها طابع خاص
لها تاريخ، لها تراث، هذا شيء لا يمس. احنا بنتكلم على ايجاد كيان اخر مهم كبير يسعى انشطة اقتصادية وادارية كتيرة مطلوبة في المستقبل. نعم، يعني حضرتك متخيل ان هذه العاصمة الادارية الجديدة اللي هي المفروض نعرف هيبقى اسمها القاهرة، وإلا هنضطر ندخل جوه يعني مشكلة دستورية. يعني انا فاكر حتى لما كنت ما فيش حد يتحدث عن اسمها لسه، ما احنا الدستور عندنا بيقول يعني مادته بيقول جمهورية مصر العربية وعاصمتها القاهرة، وبيتكلم على الكثير من الامور، على الكثير من الهيئات اللي هي المفروض تنقل للعاصمة الادارية الجديدة. لابد انها تكون موجودة في القاهرة. حضرتك طبعا متذكر قصة المحكمة الدستورية محافظة حلوان، في راحة محافظة حلوان، يعني رحنا حاطين بعدها. فهل حضرتك المشاكل الدستورية في رأيك هي اللي هتحل اولا، ولا المشاكل اللوجستية؟ لا، هو صعب جدا ان انت تنزع عن القاهرة الحالية اسمها. نعم بالتأكيد يعني. ولكن القاهرة الجديدة او العاصمة الادارية الجديدة لا يمكن ان تعطيها ايضا اسم اخر الا اذا. لا، انا الموضوع ده ما فكرتش فيه. انا متخيل انه المقصود هو ايجاد كيان كبير يسمح بالتوسعات في الأنشطة الإدارية والمالية في هذا المكان، اللي هو مرتبط أكثر بالقاهرة ومرتبط بالتطور الاقتصادي المتوقع في منطقة قناة السويس. أنا بس حبيت أحذر حضرتك عشان هتبقى احتمال دي كمان تنضم ليك وتبقى أنت مسؤول عن الاثنين. احنا بنتكلم لسه على يعني وقت. ربنا يدي حضرتك الصحة وطالما حضرتك موجود وتعطي لي. لا، الله يخليك، اشكرك جدا. طيب معالي الوزير، بدأ تطبيق حظر انتظار السيارات شارع 26 يوليو من بدايته في ميدان الاوبرا لحد تقاطعه مع شارع رمسيس، يعني في الاسعاف. اي شارع 26 يوليو ده مجرد بداية، ويعني خطة المحافظة ايه اذا كانت هي دي البداية؟ لا، ده هو مش البداية، ده احنا بدأنا بالفعل بقالنا اكتر من شهر ونص دلوقتي بقصر العيني، ودي احد الخطوات. يعني احنا دلوقتي حاليا محاور رئيسية كتيرة جدا في وسط القاهرة ممنوع فيها الانتظار قطعيا في اي وقت دلوقتي، تشمل شوارع قصر النيل وطلعت حرب وعبد الخالق ثروت وعدلي والجمهورية وقصر العيني والتحرير وشريف ومحمد فريد. دلوقتي انا ما اعرفش نزلت انت اخر مره وسط القاهره امتى. وسط القاهره دلوقتي يفرح صبح وليل، يعني الدنيا في دوريات دايره طبعا. الموضوع موجود العربيات بتتسحب، اي عربيه. هل الوقوف هو اللي ممنوع ولا الانتظار؟ الانتظار هو اللي ممنوع، والوقوف طبعا ممنوع ايضا يعني. لكن وفي متابعه يعني مستمره سواء من قبل مرور القاهرة أو من أحياء محافظة القاهرة اللي تقع هذه الشوارع في نطاقها. ووسط القاهرة الآن زي ما بقول يفرح. شوارعه الرئيسية، ولكن شوارعه الفرعية تكدست بالسيارات تماما. لا، ما هو طبعا وسط القاهرة فيها ناس ساكنة، وسط القاهرة فيها يعني أماكن عمل ومحلات تجارية وبنوك وغيره. احنا اللي بنتكلم عليه الشوارع الرئيسية، واحنا ما عملناش كده غير لما تأكدنا انه مجموع الطاقة اللي موجودة سواء في الشوارع الفرعية او في الجراشات التي انشئت تكفي حاجة وسط المدينة. دلوقتي عندنا جراش التحرير ومعه جراش عمر مكرم، بنتكلم على 2300 مكان، وجراش الأوبرا وجراش العتبة وجراش البستان وجراش الفلكي وجراش عبد المنعم رياض، بقى عندنا ما يقرب من 5000 مكان ما بين هذه الأماكن الجراشات، بالإضافة إلى الشوارع الجانبية. وبالتالي يعني هناك فرصة لأن نحن نعيد الانضباط لوسط القاهرة. بدل ما قلت يعني حتى ده سبق قبل كده طبعا نقل الباعة الجائلين من وسط القاهرة، وده كان الكثير كان يطالب به، وألحق به بعد كده ما يحدث
في من افتتاح جراج التحرير، واحنا قلنا لما افتحنا جراج التحرير ان ده لم يكن هو هدف في حد ذاته، ولكنه وسيله سوف تستخدم في اعاده صياغه وسط المدينه، وهو ما يحدث الان. وانا احب يعني احيي كل الساده المواطنين، لانه انا يعني في استجابه واستجابه، البعض قد يتضرر بعض الشيء، ولكن المصلحه العامه هي المفروض ان هي تجوب. دول العالم كلها، المدن الكبيرة كلها فيها نظم لإدارة منطقة وسط المدينة، في مدن لها نظام يعتمد إلكترونيا على كل من يعبر خط وامي يحيط بوسط المدينة، ده يضيف يعني رسوم عليه في استخراج الرخص وغيره. الحاجات دي موجودة من 30 و40 سنة في لندن وهونج كونج وغيرها من المدن الكبيرة في العالم. احنا ما عملناش كده، لكن احنا قلنا انه المواطن اللي مصر انه يستخدم العربية واصل بوسط المدينة عليه انه يركب في مكان ويتحمل بعض التكلفة، وإلا قدامه بدائل أخرى إن هو يستخدم وسائل غير السيارة الخاصة، لأن وسط المدينة في أي حتة مكان محدود، وليس من المطلوب إن كل واحد بيقضي أي مشوار في وسط المدينة لابد أن يحضر باستخدام العربية الخاصة يعني. صحيح. طب يعني حضرتك في الحالة دي إحنا سمعنا عن موضوع توافر ميني باصات بتنقل الناس من الجراجات، الكلام ده موجود يعني موجود، وهل حضرتك أكيد، لأن أنا حضرتك عادة بنلاقيك بتتحرك على طول في طول الوقت، فحضرتك بتلتقي بالناس. الناس فعلا شايفه ان الموضوع عملي بالده، ولا الاعداد مش كافيه، ولا ايه؟ لا، ده الاعداد اكتر من لازم كافيه. ايوه طبعا، احنا على فكره لما جينا فتحنا جراج التحرير كان عملنا زي سيناريو في ذهننا ما هو يجب ان يترتب على كده، وبالتالي وشفنا اعداد الناس وشفنا بالتالي اعداد الاتوبيسات، وطلبنا الاتوبيسات دي واشتريناها من 4-5 شهور قبليها، وعملنا لها تصميم مختلف ومواصفات مختلفة وهكذا، والعدد كافي وله مسارات محددة وله يفط محددة مختلفة موجودة في الشوارع، والكثير من المواطنين بيستخدموه، وادعوا من لا يستخدمه يستخدمه. حاجه يعني هم موجودين عند، يعني اساسا موجودين عند الجراجات، هو يعني بيبداوا عند بدايتهم عند جراج التحرير. لا، هم بيبداوا من جراج التحرير ومكتوب عليه كده خدمه جراج التحرير بين قوسين وسط البلد، وبيتحرك من جراج التحرير، وله عندنا ثلاث خطوط بثلاث مسارات تغطي معظم وسط المدينه، وتذكره بجنيه ومكيفه ومنضبطة. طب بيوصل بقى يعني ليه توقف عند جراج العتبة، ليه توقف عند جراج البستان عشان ياخد الناس من هذه الجراجات برضو؟ هو له مسارات، احد الخطوط او يعني انا متأكد ان بعض من الخطوط دي بيعدي عند البستان، وبعده بيعدي عند جراج في شارع الجمهورية، وبعده بيعدي في شارع 26 يوليو. انا بس المسارات تحديدا لا تحضرني دلوقتي، لكن المسارات دي محسوبة ومحددة، وشكل المحطات مختلف والناس تقدر تشوفها وهكذا يعني. نعم. ده جراج التحرير. ايه موضوع ان جراج التحرير فيه ميه وتسرب ميه؟ قريتها في واحد من الجرايد. لا، ده الناس اللي هم مش عارفين ناس تفرح باي حاجه. فعلا؟ ما فيش اي حاجه. اطلاقا. خالص. اطلاقا. يعني احنا كان عندنا حد من زمايلنا حاول النهارده ان هو يدخل الجراج عشان خاطر المواطنين كلهم يدخلوا الجراج، يعني يدخل يصور، فمنعوه طبعا من ان هو يدخل يصور. المواطنين كل سيادتك اي حد راح بعربيه بيكر عربيته بيخش الجراج. الجراج ده ما هوش حاجه مثلا في النوبه بحيث انه الناس تتعب عشان توصل وتتحقق من الـ من الـ من المعلومه. يعني حضرتك لما قرات طبعا زي عن الموضوع، رحت قلت انا عايز اشوف المكان، ولا مش عاوز اروح انا المكان ده قبل ما يفتتح واي حد يخشه. انا كنت هناك بقالي 7-8 شهور صحيح، كنا متابعين حضرتك. بزوره، فانا عارف كويس قوي ايه اللي موجود يعني. لكن يعني دايما كده اي حاجه في بدايتها انها تحب تحط عليها ملح، يعني اي حاجه كده تخلي. انا فاكر طبعا زمان، حضرتك ممكن حضرتك اكيد تتذكر، حضرتك قبل ان تصبح محافظا يعني، اللي كان مثلا في نفس الكلام بيقال واسوأ منه على نفق الازهر. بالظبط. يعني نفق الازهر وتقال ان هو هيشوه الشارع والهوايات بتاعته هتعمل كذا، وده هيدمر الدنيا. النهارده متهيألي نفق الازهر بالنسبه لنا
ممر حيوي ما بتتوقف في القاهره بتتوقف حقيقي. بتتوقف مرتفع اظهر. احنا برضه بذلنا فيه مجهود كبير جدا في اخر سنه من ناحيه متطلبات الامن والسلامه والحريق والمراقبه ونظم التتبع داخل الجراج. الجراج ده له جهاز بالنفق بيديره يعني. نعم. طيب حضرتك طبعا يعني المشاهدين عمالين بيبعتوا حاجات كتيره جدا، لكن طبعا يعني هنحاول ان احنا يا رب تكون كويسه نجمعها. لا يعني طالما الناس بتطلب في حاجات محدده يبقى معناها ان يمكن في الكثير من الاساسيات تم حل مشكلتها. يعني مها العلاجي بتقول ليه بيهدموا مقصوره السباق اللي قدام الميريلاند؟ هذا المبنى التاريخي الجميل ليه بنهد تراثنا وتاريخنا برغم انه ممكن يبقى مزار سياحي واقتصادي؟ ومين مين اللي بيهدمه؟ لا دي معلومه جديده. انهم يهدمون. لا دي معلومه جديده بالنسبه لي وانا اشوفها. مقصوره السباق امام الميريلاند يبقى دي من حضرتك الحاجات اللي هتبقى مطروحه لحضرتك تشوفها. طيب يبقى بما ان احنا رحنا ناحيه الميريلاند يبقى خلينا كده ايه شرق القاهره، عشان شرق القاهره واضح ان هو ليه الكثير من الامور اللي مزعله الناس جدا، واولها طبعا موضوع الميريلاند. مراسلنا الثاني يعني الخيبان الاولاني ما عرفش يدخل جراج التحرير. لا انا بستغرب على فكره، على لو هو كان ممكن ياخد عربيته ويخش يركب في اي مكان يعجبه في جراج التحرير يشتري له عربيه يمكن عشان ما كانش معاه عربيه. طبعا. طيب الثاني راح يدخل الميريلاند ما دخلوش الميريلاند النهارده وقالوا له احنا مش تبع المحافظه، احنا تبع شركه مصر الجديده، والكلام اللي كنا بنسمح بيه في الاول ده خلاص. خلينا الاول نتخلص من شويه مشكلات برانا، ان احنا عارفين كويس ان في ناس من مرشحي مجلس النواب استغلوا الازمه اللي موجوده عشان خاطر يكسبوا بيها بونت. وخلوا علوا الموضوع، ولكن في النهايه انا من سكان مصر الجديده ولي اصدقاء كتير من مصر الجديده وكلهم مستائين مما يحدث في الميريلاند. زي الصوره اللي قدامنا اللي حضرتك شفتها بعينك بنفسك لما حضرتك زرت المكان. طبعا. ايه الحل؟ لان اللي جاي لنا لغايه دلوقتي ان العمل يستمر ليلا ولا يتم نهارا. ايوه ايه العمل؟ لا انا اقول سيادتك الوضع الـ يعني الـ القانوني للموضوع. الوضع القانوني للموضوع انه ضاحية مصر الجديدة الولاية على الأراضي بتاعتها تتبع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وشركة مصر الجديدة أحد شركات الشركة القابضة للتشييد، وهي من الشركات التي يشرف عليها مدير الاستثمار. وأنه منذ حوالي 7-8 سنين هذه الشركة قد طرحت على المستثمرين عملية تطوير جزء من حديقة الميريلاند، والمستثمر الحالي كان هو اللي رسي عليه هذا العمل من 5-6 سنين، وفي خلافات ما بين الشركه وبين هذا المستثمر منذ هذا الوقت مع مطالب الداخليه بانشاء جراج. لا في قبل كده كان في مشاكل في تفسير العقود وغيره ما بين الطرفين، وحصل انه الشغل اللي عمله هذا المستثمر طلعت له قرارات ازاله ونفذت فيها قرارات الازاله. الكلام ده كان يمكن 2009 2010 تقريبا، ثم اعيد طرح المشروع مره ثانيه ورسي على نفس المستثمر بشكل جديد. هذا المستثمر ينفذ المشروع كما تم الاتفاق عليه ما بين شركه مصر الجديده وهذه الشركه، وياخذ تراخيصه في الانشاء من الناحيه الانشائيه ومن ناحيه المتطلبات الحمايه المدنيه وغيرها من محافظه القاهره. المشروع ده له متطلبات في اماكن وقوف السيارات، هذه الاماكن المتاحه داخل اطار المشروع المسند لهذا المستثمر لا تكفي العدد المطلوب. فمنذ 3 سنين تقريبا وبناء على طلب مرور القاهرة تم طلب زيادة أعداد العربيات بقيمة معينة، أعتقد 170 مكان أو 130 مكان، وصل 230 دلوقتي. في هذا الوقت تم الاتفاق أيضا ما بين الأطراف أن شركة مصر الجديدة هي الشركة التي سوف توفر هذا العدد الإضافي وليس المستثمر الأصلي، وشرعت شركة مصر الجديدة في تنفيذ هذا، وهو ده اللي نتج عنه موضوع تقطيع الاشجار الذي تم. وحصل ان محافظه القاهره
محافظ القاهرة أوقف الأعمال سواء التي يقوم بها هذا المستثمر أو تقوم بها شركة مصر الجديدة إلى أن يتم بحث الموضوع بكامله، وبيتم بحث الموضوع في الجزء الخاص بالنواحي البيئية بواسطة الدكتور خالد فهمي وزير البيئة وبحضور نائب محافظ القاهرة، وتم الاتفاق على أنه لن نبدأ ولن نسمح بإعادة استئناف الأعمال دون أن تخرج هذه اللجنة التي رأسها وزير البيئة بقرار نهائي في هذا الموضوع، وهو ما لم ينتهي حتى الآن. الخبر بقى أنت بتقولي بيشتغلوا لجنة، أنا سمعت المعلومة دي امبارح وأول امبارح، ودي هتبقى مجال بحث لأنه هذا إذا حدث تبقى فيها مخالفة جسيمة. طيب الدكتور خالد فهمي كان ضيفي أول امبارح هنا في البرنامج، هستأذن حضرتك إن احنا نروح لفاصل ونرجع نتكلم خارج الوضع القانوني ما يحدث. يعني كويس إن حضرتك بتتابع فعلا وبتصلك أخبار استمرار العمل الليلي، لكن بعد الفاصل هنستمر في نقاش موضوع الميريلاند وغيره من الموضوعات اللي عاملة صداع شديد جدا لأهالي مصر الجديدة وموضوعات أخرى في شرق القاهرة في مدينة نصر وغيرها، ثم نعود إلى القاهرة وسط المدينة والتي تستعد لاحتفال كبير وأيضا مناطق أخرى مثل المعادي. نلقاكم بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى أرحب بمعالي الوزير الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. يعني حضرتك قلت في الفاصل كنت بتقولي في اتصال جاء لحضرتك من رئيس الحي مش كده؟ رئيس حي مصر الجديدة بيقول لي ما فيش أي حاجة بتتم في المقصورة بتاعت السباق. في مقصورة السباق. يعني أي حد يبقى بيعمل ده يبقى حد بيتعدى على أملاك الدولة بيعمل حاجة؟ لا كان أولا يعني أنا متأكد 100% إنه لو كان حاجة بتتم مش إحنا بنعملها دي أول حاجة. أيوة. لكن هو كلام رئيس الحي إنه يعني لا شيء يحدث هناك سواء مننا أو من أي حد غيرنا يعني. تمام. لأنه أولا المكان ده مكان له يعني مسجل وليس يعني بهذه السهولة يستطيع أي حد إنه يروح يعمل أي حاجة في المكان ده. طب هنرجع حضرتك للميريلاند، لكن قبل كده عايز اتكلم على صورة مصر الجديدة كلها على بعضها. صورة مصر الجديدة طبعا يعني احنا عارفين ان احنا شفنا الانجاز اللي تم في وسط البلد، فشايفين انه من الطبيعي جدا ان تكون هناك حلول، مش حلول للجراح بتاع 30 40 50 سنة، بس على الاقل الجراح بتاع الاربع خمس سنين من ساعة الانفلات اللي حصل. مصر الجديدة حالها مزري. الكربة طبعا حالتها صعب جدا، بالباركينج بتاع العربيات اللي موجود صفين وثلاثة، بالأماكن اللي اتعملت مثلا عند قدام الميريلاند اللي اتعملت عشان تأمن بعض الأماكن اللي موجودة هناك، فتعمل سلسلة واخدة نص متر ثلاثة اربع متر وبقى انتوا العربيات راكنة بعدها. انا مش فاهم، وكأن التفجير اللي هيبقى النص متر ده هو اللي هيفرق. وطبعا حالة المنطقة اللي موجود فيها باعة مش جائلين بقى. الشباشب غزت مصر الجديدة بعنف. هنعمل ايه؟ لا هو طبعا انا عاوز ابدا ان انا احيي ابناء مصر الجديدة بجد، وطبعا انا بروح لهم هناك كتير وهم يعني هم اطيب من بتوع الزمالك اللي مش عايزين مترو دول، يعني هم اطيب من بتوع الزمالك. كلهم حلوين. تمام. كلهم حلوين. تمام. لكن عاوز اقول انا بحييهم، والشباب الصغير بالذات متحمس جدا للحفاظ على مصر الجديدة. مصر الجديدة طبعا بتعاني زيها زي كل القاهرة من قضايا، مثلا منها قضايا ازدحام الشوارع بالعربيات. لكن احنا في هذا الإطار مثلا أحب أقول إن احنا بننفذ جراج حجمه يعادل حجم جراج التحرير في مصر الجديدة في ميدان غرناطة، قريب جدا من ميدان روكسي، وده هيبقى أول جراج يعمل بشكل أوتوماتيكي، بمعنى إنه العربيات السواق مش هياخدها ويدخل بيها داخل الجراج ويركب بيها، دي نعمتها توصل وهتتنقل بشكل أوتوماتيك وتروح الجراج وتخرج منه وهكذا، وهذا عمل حاجة هاي تك خالص. هاي تك، وهذا عمل يتم بالفعل، يعني ما بنتكلمش على حاجه سوف تفعل حكومتي. بس ده مش معناه هدم غرناطه، لان احنا سامعين ان هناك هدم لغرناطه. ليس، بص، ليس هناك اي علاقه ما بين يعني اي شيء جديد مفيد وما بين هدم تراث. ده المقصود، ده الاستاد، ده مقصود السباق. على فكره المكان ده مسجل مع هيئه الاثار ومع التنسيق الحضاري، والمساس به
يمثل جريمة يعرض صاحبها للمساءلة. والتنسيق الحضري هو اللي حاطط الكاوتش اللي كنا شايفينه من شوية ده. متهيألي هي أنا المكان ده محافظة القاهرة لا تستطيع أن تدخل أن يعني تخترق أسوار وتعمل فيه أي شيء. ملك مين؟ شركة مصر الجديدة؟ لا ده تراث مصري. احنا لا مين اللي طوروا وزارة الآثار يعني ولا مين؟ ده مسؤولية التنسيق الحضاري ووزارة الآثار، وإحنا كمحافظة لا نستطيع أن احنا ندخل داخل هذا المكان ونقوم بأي عمل، وإلا نعرض نفسنا وأي حد يعرض نفسه يقطع نفسه تحت دائرة القانون. يعني نتكلم مع وزير الآثار ولا نتكلم مع وزير الآثار؟ وزارة التنسيق الحضاري. وزير الآثار وجهاز التنسيق الحضاري تابع لوزارة الثقافة. نعم. خلينا نرجع لمصر الجديدة بقى. فإحنا أولاً بنعمل يعني الجراج جراج واحنا بنذلل كل العقبات اللي بتواجه هذا المشروع، وانا بتابعه مره كل اسبوعين. متوقع يخلص عالي جدا، وده العمل بدا فيه ككل، لكن هيفتح على مرحلتين. المرحله الاولى منه غالبا هتبقى في يونيو 2017 يمكن 17. او مايو 2017، والمرحله الثانيه بعد كده بسنه. والعمل طبعا ده كله تحت الارض، ولو نظام انشائي تعمل حاجه زي ديافرام وولز زي اتحطت في ميدان التحرير، فالبنى بيبقى من فوق لتحت وليس من تحت لفوق. طبعا في نظام كتيره جدا مطلوبه لعمليه الدي ووترنج، عمليه نسح الميه والحاجات دي كلها. نظام الميكانيكال بتاعه كله الان بيصمم في كوريا وسوف يشحن الى مصر ويركب مع انتهاء الاعمال الانشائيه وهكذا. انا اعتقد ده احنا هنستخدمه بقى كنواه لاعاده احياء منطقه وسط مصر الجديده. زي ما عملنا كده باستخدام ميدان التحرير، استخدمنا الجراج ده كبدايه لصياغه وسط القاهره، ممكن انها يستخدم كبدايه لصياغه منطقه مصر الجديده. انا بس عاوز اقول ان البلاند ديت او التاريخ المخطط اللي انا قلته قد نستطيع ان احنا نختصره لان احنا بنتابع الامور بشكل جيد. وانت انا عاوز اذكر سيادتك انه جراج التحرير يعني انجز فيه 50% من العمل في اخر 8 شهور او اخر 9 شهور مقابل 50% اخرى تمت في 15 سنه. ايوه حقيقي. فهنا بنعمل نوع من المتابعه اللصيقه اليوميه بحيث انه ما فيش حد يقول وانا بعت له وهو بعت لي وكلام من ده. الحاجه اللي عاوزه تتحل في اسبوعين ثلاثه ممكن نحلها في ساعتين ثلاثه وهكذا، والعمل بيسير على قدم وساق. ده جزئيه. الجزئيه الثانيه احنا حاليا مثلا بنعيد تطوير او اعدنا تطوير بالفعل ميدان روكسي واعاده رصفه بشكل جديد، واحنا والداخليه عملنا مجهود كبير جدا في نقل كل الباعه الجايين الموجودين في ميدان روكسي. قد يكونوا دخلوا في بعض الشوارع الجانبيه لكن هم مش موجودين في ميدان روكسي الان. احنا حاليا بنعمل محاور جديده في منطقه مصر الجديده، شارع المرغني. انا يعني ازعم انه من اشيك الشوارع في مصر دلوقتي، وقريبا منه في او مصر الجديده برضه في شارع الثوره احنا عدنا تطويره مره اخرى. قريبه منهم بقى في شرق القاهره في عبد الحليم بدوي وفي النزهه وفي يوسف عباس. في النزهه حالته صعبه. في النزهه حالته يعني رهيبه. لا احنا شارع عبد الحليم بدوي دلوقتي ايضا من الشوارع المتميزه نبيل الوقد والمنطقه دي. حضرتك اولا يعني عملت جهد مشكور. عبد الحليم بدوي غير نبيل الوقد. انا بكلم نبيل الوقد متفرع من النزهه يعني. أي. يعني انا بكلم على ان في جهد مشكور كبير في جهد خارق في طبعا يعني بنشكركم على هذا الجهد. بس النهارده مثلا في موضوع بتاع اشنسات العربيات حطيتوا المخالفه على الناس وال1000% على العربيه بالليل وما زلنا بالليل بقى ويوم الجمعه مرتع كل الجماعه بتوع الاجنسات دول يرجعوا العربيات. عارفين ما حدش يعدي عليهم بالليل؟ لا احنا نعدي عليهم بالليل وفي النهار وفي اي وقت. طب ما اشمعنى بيفرشوا؟ لا معلش انا اقول لك بس على حاجه. بص ما هو يعني لما نقول ان في حاجه معينه هنعملها مش معنى كده ان الكل هيلتزم بيها، لكن احنا من ناحيتنا بننفذ القرار اللي احنا طلعناه. انا عاوز اقول لك ان في اخر ثلاث اربع خمس اسابيع مجموع الغرامات التي دفعت تفوق البليون جنيه في فتره اربع شهور اربع اسابيع تقريبا او حاجه زي كده، واحنا مستمرين على فكره.
وحصل تطور يعني مش بس ادي ميزانيه جديده يا فندم يعني تمام خليهم يخشوا عربيات نصرفهم في نص وماله يعني في نص يوم. لا انا قصدي يعني لا ما دول ما يخشوش جبنه دول بيخشوا في ميزانيه تطوير المدينه. احنا معظم الحاجات اللي عملناها في مصر الجديده وفي غيرها لم تكن مدرجه في اي خطه. نعم يعني الاعمال اللي احنا عملناها لم تكن مدرجه في اي خطه. لكن هي العبره او يعني الهدف ليس هو جبايه فلوس من الناس بقدر ما ان احنا عاوزين نضبط الايقاع. انا عاوز اقول ان قد ظاهره اجنسات العربيات خفت قد يكون بنسبه 50 إلى 60%، ولكن انا يعني مش في مدينه نصر على وجه الخصوص وفي مدينه نصر على وجه الخصوص وفي مصر الجديده على وجه الخصوص. انا مش عاوز بس اذكر اسماء جراشات عشان ما نعملش دعايه او حد فيهم يرفع قضيه عليا ولا حاجه. لكن احنا يعني انا برضو مش كنت عايز اقول لك اسامي وتراجعت. لا 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 يعني لا اسامي بالعكس بقى اللي هي بتاعت بالليل تروح فرد بس احنا برضو بنتابع الحاجات دي. واحنا من 4 أو 5 أيام كان عندنا حمله كبيره جدا الساعه 12 بالليل، وانا على فكره انا بنزل برضو 11 بالليل و12 بالليل بشوف حاجات وبدي. طب انا عايز اقول لحضرتك انا ضد قطع العيش. انا النهارده لما بشوف حد مثلا من الناس يعني واحد مثلا فاتح كشك فاتح محل صغير ما بقولش يعني ولا عامل بكيه حتى واقف فيها، بقول بارك الله لي ربنا يرزقه. لكن النهارده حاله بلطجه شديده جدا في الحته بتاعت الكربه دي في ظهر الروكسي والكلام ده كله. انا والله دخلت في يوم من حوالي يمكن 8-9 شهور في المنطقه هناك، انا ما تخيلتش ان انا في مصر الجديده. ما تخيلتش ان انا انا تخيلت ان اتغيرت في سوق زنانيري زمان في هي اتغيرت. بس انا عاوز اقول ايه، ما الناس برضو بتتكلم على الحاجات دي. انا عندي ملاحظتين. اول ملاحظه انه الناس تقول الامور كذا وكذا وكذا وما تعملوش ليه، وبعد شويه يقولوا ايه بس مش عاوزين نقطع عيش حد. لا لا انا يعني انا بس بقول حتى الناس مش سيادتك مش بتقولها ملمون. سيادتك بتقولها وكل ده برضه بي, بي, بي لا انا قصدي مش عايز ابقى انا محرض على ده بس يلم نفسه. احنا بنطبق القانون. انا بقول المصلحه العامه تجب بالمصلحه طبعا الخاصه. نعم يعني مثلا لما حد يبقى عنده اجنس عربيات وهو شاري مكان او مؤجر مكان مساحته 10 × 10 خلاص، مين اللي قال انه مقابل كده ياخد 10 × 10 زيه؟ لا ما ياخدش 10 × 10، ياخد 1000 متر زيه. مين اداله حق انه يستخدم الرصيف بتاع كل الناس؟ ومين اداله حق انه يستخدم الشارع بتاع كل الناس؟ منين؟ مين؟ ما حدش. طيب حتى لو سيادتك قلت مش عاوز اقطع عيشه، انا بتكلم على منطق يعني انا قصدي ابتدي الاول بمن تجبر وفرش الشباشب على مساحه بقى مش العربيات بقى على 1000 متر، ده فرش الشباشب على مساحه 5000 متر. يعني شيء يعني مؤذي. صح، احنا بنتصدى للحاجات دي كلها، وكل حاجه دي بتتم بالقانون. واحنا يعني عاوزين نقول ان احنا في مرحله فيها شعور ما يطلق عليه يعني سلوك ما بعد الثورات، اللي هو الناس بتبقى حاسه ان هي تستطيع انها تفعل اي شيء، وكل واحد تكلمه ويقول لك احنا ما قمناش بثورتين عشان كذا وكلام من ده. انا شايف ان ده حق يرد به يعني كلمه حق يرد بها باطل. العمليه انه بالعكس انت قيام بثورتين عشان يعني تعيد للبلد النظام والانضباط. بالضبط كده. بالضبط كده. طب انا مش عايز اطيل في مصر الجديده عشان ما بقاش متحيز لهذه المنطقه يعني، لكن حضرتك الشعور اللي عند الناس ان شركه مصر الجديده للاسكان والتعمير هي دوله داخل الدوله تفعل ما تفعله وتضرب بعرض الحائط يعني كل شيء، لا سكان فارقين معاها وعفوا ولا محافظه فارقه معاها ولا داخليه فارقه. لا لا انا عاوز اقول حاجه، المحافظه تعرف جيدا مدى يعني ايه يعني سلطتها وبتمارسها، وانا اعتقد كمان ان شركه مصر الجديده تعرف ايضا يعني حدود سلطتها. واحنا ما احنا عندنا زي مصر الجديده في شركه مدينه نصر اللي هي واخده امتياز مدينه نصر، وعندنا شركه النصر اللي هي واخده امتياز المقطم، وعندنا شركه المعادي، وعندنا ظهراء المعادي. دي كلها شركات بنفس الكيفيه تتبع الشركه القابضه للتشييد، وهناك علاقات منضبطه جدا بيننا وبين هذه الشركات. يعني قد يكون في واقعه ماريلاند ده بعض الامور الناس يعني اخذتها بالمعنى اللي سيادتك بتقوله، لكن الشركه القابضه دي لها رئيس. لا رئيس ولا وزير. لها رئيس ولا وزير، وهم على قدر كبير جدا من الـ يعني المسؤوليه،
ورئيس شركة سكة القبضة بنتواصل احنا تقريبا يعني بشكل يومي، وهذه الشركة تابعة لرئيس الشركة القبضة، واذا كان هناك اي شيء يعني ممكن يعني يحتاج الى يعني إعادة صياغة بشكل يعني يريح الجميع، فهناك يعني مسؤولين عن هذه الشركة ومدراء مسؤولين عن زي ما بنتكلم طول الوقت مع سيادة المحافظ. عندنا الوزير أشرف سلمان نتكلم معاه عشان خاطر وضعنا، محدش فينا راح له على هذا الموضوع، لكن الوزير أشرف سلمان مسؤول عما يحدث من إحدى الشركات التابعة لإحدى الشركات القبضة التابعة لسيادته، فلابد إن احنا نعمل ده. في وسط البلد حضرتك في اختراع جاي لي من عصام شنودة، انا كنت شفت ده معمول في هايدلبرج في المانيا. أيه. الشوارع الجانبيه اللي هي طبعا الناس طبعا بعد ما تم تفضيط وتفريغ الشوارع الرئيسيه قال ان سكان المنطقه بيعانوا بطبيعه أيه. الحال انا شفتها في المانيا ان بيبقى العربيه اللي بتركن بيبقى السكان ليهم بادجات معينه بيحطوها على العربيه عشان خاطر يتقال ان دول من سكان المنطقه ليهم احقيه مثلا في عربيه واحده ان هو يركنها في الشارع بتاعه الشارع الجانبي ما احنا مش مانعين نقف في شوارع لا انا قصدي بدل ما بيروحوا الناس يحتلوا من خارج اللي جاي بقى ما اللي ما كانوش بيركنوا جوه بره بيركنوا عندهم جوه فبقوا السكان بيعانوا فلماذا لا يتم تطبيق مثل هذا ان الاولويه تكون لسكان هذا الشارع عن ده اقتراح جاي من عصام شنود هل ده ممكن؟ لا كل حاجه ممكنه احنا عملنا حاجه من بهذا الشكل خاص باسعار الجراج التحرير بالنسبه للي ساكنين في وسط البلد احنا خفضنا لهم بنسبه حوالي 25% عن باقي الناس بموجب الرقم القومي او رخصه العربيه ده بالنسبه لجراج التحرير اللي عند بيته في الشارع الجانبي لا ما دخلناش بقى في التفاصيل دي طيب هل من الممكن ان ينظر فيها طبعا كل حاجه ممكنه شاكر لحضرتك برضو عندي أسامة بيقول بيت الأمة بتاع سعد الزغلول عليه فساتين على الحيطة سيادة المحافظ بص أنا مهتم جدا بالموضوع ده بس الظاهرة دي على فكرة عمرها أكتر من 20 سنة تمام ماشي الشارع اللي جنبه دارة الإسكان والتربية والتعليم والإنتاج الحربي بيتباع فيه حاجات من 20 سنة ليست لها علاقة بهذه المنطقة ولا بالإنتاج الحربي ولا بالإسكان ولا بالتعليم بالعكس ده يعني صلة بالتعليم بعض الحاجات ليها صلة بالتعليم فإحنا حاليا هذا الموضوع بنتابعه متابعة حسيسة جدا وحصل يعني ترتيبات رئيس الحي جنب بيقوم بيها واعتقد ان احنا خلال اسبوعين ثلاثة هنستطيع ان احنا نعيد صياغة المنطقة دي بشكل افضل ان شاء الله باذن الله يعني. اماني بتقول اكبر تحية لمحافظ القاهرة على التغييرات الجذرية الممنهجة في القاهرة مستحيل رفع القمامة اكتر من كده الا لو الناس اتعلمت النظافة بس ناهد نافع بتقول يا سيادة المحافظ ألام سكان مصر الجديدة ونريد التخلص من القمامة بتكليف سكان مصر الجديدة بهذه العملية بشرط إعطاء القمامة لهم أيوه شايف يعني إعطاء القمامة لهم أنا مش عارف بس احنا خلي بال سيادتك الناس كلها فاكرة إنه إن احنا مثلا إيه مش عارفين هنعمل إيه في القمامة اللي بتنتج في القاهرة وبنصحى الصبح كل يوم نقول إيه يا ترى نعمل إيه النهاردة لا دي العملية مش كده أبدا أنتوا عارفين لا مش عارفين احنا ده لو بتمارسوا ده لو قلنا مش عارفين في مشكله وكانت تحدث كارثه بيئيه في القاهره انا بس عاوز اقول للساده المشاهدين الكرام عشان يقدروا حجم القضيه القاهره ينتج فيها تقريبا 40% او اكثر قليلا من حجم القمامه التي تنتج في الجمهوريه وبالتالي احنا بنعالج وبنتعامل يوميا في 40% من الظاهرة في الجمهورية وأزعم أن القاهرة قد تكون من أنظف المحافظات في مصر الآن عشان بس تبقى يعني نتكلم مثلا على هتتكلم على القاهرة ولا القاهرة الكبرى اللي تنتج 40% القاهرة يعني حتى الجيزة اللي عندها هذا الكم من السكان القاهرة أصل هي العملية مالهاش علاقة بعدد السكان هي لها علاقة لأنه حجم المنتج من الأسرة له علاقة بالقدرة الشرائية وله علاقة بدخل الأسرة فتلاقي مثلا وزير البيئة كان بيقول لي إن الأسرة في العادي بتنتج سنويا طن إلا إذا كانت الأسرة مقتدرة فتنتج أكثر والأسرة الفقيرة تنتج أقل عندنا في القاهرة هنا المتوسط ما بين مثلا كيلو و3 كيلو
للأسرة في اليوم. فالثلاثة كيلو دي تضربها في 365 تجيب التن ده. فاحنا في القاهرة بننتج يوميا حوالي 14,000 طن من المخلفات. ماشي. فمش يعني ده يقول انه ما بنصحاش الصبح نقول النهارده نعمل ايه بقى في النهارده فين النهارده. لا ده في اولا ما بقولش بقى ده احنا بنعمل احسن حاجه في الدنيا، لكن عاوز اقول القاهره فيها عقود، فيها شركات بتعمل من 13-14 سنه، هناك مشكله في العقود، هناك تدخل قوي جدا ومجهود يعني كبير جدا من هيئه نظافه القاهره، هناك احياء الان ممكن ما تلاقيش فيها ورقه، هناك محاور رئيسيه ممكن ما تلاقيش فيها ورقه طول ما انت ماشي، في احياء صعبه بسبب سكانها؟ لا هي بسبب طبيعتها وسبب سكانها واشياء كثيره جدا. انا مش عاوز ايه الحي اللي حضرتك شايفه ان هو حي كويس يعني القمامه فيه، مشكله القمامه فيه مش قويه يعني؟ لا انا مثلا شايف ان المعادي كويسه. انا شايف المعادي سكان المعادي عمالين بيشتكوا هنا. لا عشان هي عمليه نسبيه. بص اقول لك حاجه، عمليه نسبيه ماشي، العمليه نسبيه، لكن انا عاوز اي حد مثلا يمشي مثلا في طريق العروبه ممكن ما يلاقيش ورقه لما يطلع من فلاح سالم، لما يطلع من طريق العروبه ده طول عمره معروف ان هو يعني ليه وضع خاص يعني سيدي الفاضل، وممكن يكون ايش النيل من حلوان الى شبرا الخيمه ممكن ما يلاقيش ورقه وهكذا. انا والاوتوستراد في اجزاء منه فيما عدا الجزء اللي عند مشيه ناصر لانه له بعض الصعوبات، لكن احنا بقى انا عاوز اقول لك على حاجه، احنا هذا الموضوع بيتابع يوميا، هناك تقارير تأتي يوميا، هناك من فرق مراقبة بتجوب القاهرة طول النهار بتسجل بيجيب تقارير بتتابع، بنقعد أسبوعيا بقى أنا وكل رؤساء الأحياء وكل نواب المحافظ ونعرض هذا التقارير وندي للناس ديدلاينز وهكذا. في أحياء صعبة زي ما قلت وفي أحياء أحسن، لكن في تطور بيحدث. يمكن الشكوى أكتر كانت في المعادي من موضوع الارتفاعات العشوائية بتاع الياباني. طبعا النظافه، خلي بالك برضه الناس تشتكي لكن هي برضه اللي بتخالف، ما هي دي القضيه، ما هو اللي بيشتكي مش اللي خالف، ما هو اللي اخد خدعه اماره 3 دولار عملها 15 اللي بيشتكي ده ابن عمه وابن خالته وجاره. لا يعني بيبقى مقاول. على العموم احنا لنا سجل. ما هو السجل؟ احنا اللي تزعمنا عمليه مواجهه مخلفات البناء في وقت الجميع يعرف انه كان وقت صعب. أيه. واحنا اللي ابتدعنا عمليه نسف العمارات. لا ما انا بقول لحضرتك طالما هناك مطالب يبقى الناس شايفه ان في حاجه بتحصل، في حاجه بتحصل فعندهم امل فبيطالبوا. لكن الناس لما كان بيبقى في مسؤول عارفين ان هم مش هياخدوا منه حاجه ما كانوش بيطالبوا بحاجه، فالناس عندها ثقه في حضرتك عشان كده مطالبهم كتيره حتى لو كانت بسيطه في بعض الاحيان او مستحيله في احيان اخرى. يعني اقول لحضرتك كده سريعا بعض الحاجات، متى سيتم اصلاح عندنا موضوع المطريه؟ ايوه المطريه دي بص قلت لك مشكله كتير قوي. لا انا اقول لك حاجه، المطريه ميكروباص مطريه مياه المطريه دلوقتي اكتر حي بيتم عمل فيه في القاهره ماشي. المطريه له خصوصيه، هو حي ضخم جدا بينمو بمعدل سريع جدا. هو على اطراف القاهره، النمو فيه نمو مرتبط بهجره من الريف الى الحضر، فبالتالي هناك يعني ايه نمط معين وسلوك معين لبعض الفئات مرتبط ب مثلا ده ريف متحضر او حضر متريف، ففي بعض السلوك، في بياعين بيجوا من الصبح جايبين طماطم وخيار وكلام من ده وجايين مهاجرين من الاماكن المحيطه وبيفرشوا الشوارع والحاجات دي كلها، زائد في زياده رهيبه في السكان. مطريه دلوقتي حوالي 600,000 نسمه بيعيشوا في حي المطريه، وهو واحد مدينه كامله. فاحنا دلوقتي ايه اللي بنعمله في المطريه؟ بنعمل كذا حاجه. اولا احنا بنرصف كل الشوارع الرئيسيه في المطريه مره ثانيه كلها. واعتقد اهل المطريه يعرفوا نرصف شارع الحريه وشارع الترولي وشارع مستودع القديم وشارع. طب هقول لحضرتك حاجه عشان خاطر نشوف اهل المطريه بيقولوا ايه. انا عندي تقرير مدته دقيقه ممكن نشوفه مع حضرتك كده. ما هو بس انا هقول المطريه. انا ما عنديش مشكله. الناس دلوقتي لما هتتكلم وغالبا تبقى مش راضيه، لانه حتى واحنا بنعمل الحاجات دي طبعا بيكون بيعمل حفر بتضايق الناس. واحنا بنصلح الميه بتضايق الناس. واحنا بنعيد تنظيم الحاجات بحاجات بتضايق، واحنا بننشئ سوق جديد هناك
اعمال الانشاء بتضايق الناس، لكن انا عاوز الناس تصبروا علينا ثلاث اربع من شهرين ثلاثه سوف تكون الامور غير الامور في المطريه. طيب خلاص بلاش التقرير وخلينا نتكلم على موضوع مهم خاص بالمطريه وغيرها. أي. لان محمد غيب بيتكلم بيقول انا بنتي عندها 5 سنوات وشهر ولم تقبل بالمدرسه، بس في نفس الوقت عندي التماس لحضرتك بصفته احد اولياء الامور اللي تقدموا لتنسيق مرحله رياض الاطفال المدارس الرسميه 2014-15 لم يتم قبول الاطفال، وحيث اننا لم نتقدم لاي مدرسه اخرى نتيجه اعلان الوزاره ان التقديم تابع لمحل السكن وسن القبول من 4-6 سنوات، بالرغم من ذلك لم يتم قبول اولادنا مما تسبب في عدم التحقهم باي مدرسه حتى الان. عدد 10,000 طفل ليس لهم مكان وسوف تهدر فرصتهم في عام المقبل. انا عاوز اقول ان الكلام اللي بيتقال ده كلام صح، وموضوع ال 10,000 ده رقم صحيح، وده موضوع انا يعني كنت وكيل وزاره التربيه والتعليم في القاهره كانت بتكلمني في هذا الموضوع من 3 ايام تقريبا، واحنا متفقين ان لابد ان يكون هناك حل لهذه القضيه، وانا هتكلم مع الوزير وهنشوف لها حل لازم، لان ما ينفعش تسيب الامور بالطريقه دي. بس المشكله دي ما حدش خلقها، هي لها علاقه بعدد الاولاد وعدد الاماكن. يعني هم تابعين مظبوط، لكن ما فيش اماكن كفايه تاخد كده. لكن هو الاهالي خايفين ان اولادهم تروح عليهم. لا، ما انا القضيه دي مطروحه واحنا لازم نلاقي لها حل ان شاء الله. ان شاء الله حل مشكلة الكهرباء في مشروع صقر خريش بالمعادي في الإمارات المتوقفة من ساعة. أنا عاوز أقول برضه اللي بيسأل السؤال ده إن موضوع صقر خريش قضية بقى لها 30 سنة. مش حقيقي. لكن بقت عبارات أشباح يعني من كتر ما هي. أنا عاوز أقوله إن الآن إحنا قعدنا 6 شهور بتكليف من رئيس الوزراء نفلط هذه المشكلة ونحدد عناصرها ونشوف ما هي القرارات واجبة الاتخاذ. بكل أسف القرارات دي لابد أن تبقى قرارات من مجلس الوزراء، وحددنا في مذكرة رئيس الوزراء 1-2-3-4، لأن في حاجات لابد أن يتم فيها تجاوز عن القانون، لأن في أشياء واحد مثلا الشركة بنت في أرض لا تمتلكها، عاوزين نقنن بناها في أرض. ده وضع بقى له سنين طويلة بالظبط كده. فإحنا دلوقتي الشركة مثلا باعت الأدوار السفلية التي يجب ان تكون جراشات للناس وعملتها محلات، لان السعر اللي هي بنت بيها الوحدات السكنيه لم يمكنها من استكمال البناء. فخدوا قرار في وقت ما انه يبيعوا الجراشات عشان يجيبوا فلوس عشان يكملوا البناء، فاصبحوا مخالفين لشروط الترخيص. الـ 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 يعني الـ التعامل مع هذه المخالفه ليس من سلطه المحافظ، فاحنا في عندنا القضيه بتاعه صقر قريش اللي في المعادي او على الاستراد، وعندنا حاجه شبيهه بها في مدينه نصر، فاحنا عارضين مذكره رئيس الوزراء تدخل مجلس الوزراء اذا تم اقرارها هنحل مشكله قريبا يعني جدا قريبا جدا. نعم. هنحل مشكله عمرها 35 سنه. واحنا انا فاكر ان انا ورئيس الوزراء عندما كان وزير الاسكان كنا بنتابع هذا الموضوع سويا، وان وزير الاسكان بصفته في هذا الوقت حل مجلس اداره الجمعيه نتيجه مخالفات وحول هذه المخالفات للنيابه، وهناك مجلس جديد وهناك افكار جديده فيها بعض التسهيلات من محافظه القاهره عشان تتحل هذه المشكله حل جذري ان شاء الله باذن الله. يعني ان شاء الله حلوان تختنق وتحترق من الباعة الجيدين بدل المحطه اختفى تماما. لا انا عاوز اقول ايه، انه محطه حلوان النهائيه فيها مشكله من اول يناير، بعض فيها كان لها يعني بدايات قبل يناير. احنا الكلام دلوقتي عن حلوان يعني بيتزايد بسبب انه احنا ربنا وفقنا واستطعنا ان احنا نتعامل مع قضيه وسط القاهره. احنا عندنا دلوقتي اولويات ان شاء الله قريبا ان يتم التعامل مع ميدان رمسيس ان شاء الله باذن الله، وبعد كده العتبه وبعد كده المرج وحلوان وهكذا. حضرتك بتجاوب على اسئله الناس من غير ما اسالها لحضرتك. انا عايش فيها، انا بحب ودار السلام. ودار السلام ماشي. فانا اللي انا عاوز اقوله انه احنا عارفين، بس هي الفكره انه استحاله نقدر نعمل كل حاجه
في 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 نفس الوقت. فاحنا بنحاول وبدأ ان كل واحده من دول لها حل مختلف، لها علاقه بالطبيعه الجغرافيه المنطقه، لها علاقه بالبدائل اللي موجوده، لها علاقه بطبيعه حتى الناس اللي بيرتكبوا اي نوع من انواع سوري عفوا المخالفه وهكذا. لكن احنا يعني مستمرين، وانا اقول ان الامور دي بتتابع وبتتابع بشكل يومي، وان شاء الله انا متفائل يعني. طيب معالي الوزير، يعني حضرتك اكيد بتتابع قناه 360 وبتشوفه. الاسبوع اللي فات كان ضيفي سياده اللواء رئيس حي غرب هنا، وكنا طرحين رئيسين موضوع، جزء من الكلام كان عن قهوه علي بابا. عايز اشوف مع حضرتك ما رايناه وما قاله سياده اللواء ياسين. نسأل على الحاجة اللي في ايدين رئيس الحي، مقهى علي بابا التاريخي. كويس حضرتك اثرت هذا المكان. اتقال انكم استغلتوا فترة المؤتمر الاقتصادي وشلتوا هذا المكان اللي كان بيقعد عليه اديبنا الراحل محفوظ. مقهى علي بابا زي ما حضرتك بتقول له تاريخ، وانا وصلني هذا الكلام يعني كله. لكن انت بتيجي تصطدم بقرار في تعدي، يعني في تعدي. بمعنى ايه حضرتك؟ شارع مش بتاعك او ممر مش بتاعك، وانت تروح جاي موسع المكان بتاعك ده اللي هو المقهى، واخد نص ممر وضمن هذا النصف الى مساحة المقهى. الصورة اللي رحنا صورناها النهاردة بتقول الممر موجود زي ما هو ولم يضم الى المقهى، واخدنا من صاحب المقهى الاوراق والتقارير الهندسية بتفيد بسلامة موقفه. عنده رخصه هو، انا ما اعرفش فين مقهى علي بابا. انا عمري ما قعدت على قهوه في حياتي، فما اعرفش مقهى علي علي بابا. كان نجيب محفوظ يعني يجلس على هذا المقهى وهو في وسط البلد في القاهره. يعني اعتقد احنا بس يعني بالصدفه ان احنا يعني هذا الموضوع دار مع سياده اللواء ياسين، واتفقنا انا وهو ان احنا هنروح نقعد على القهوه قريبا عشان خاطر نتابع المخالفه او لا. فبعتنا الكاميرا فلقينا ان مفيش مخالفه. هل حضرتك هتنظر لهذا الموضوع؟ يعني مقهى علي بابا ده 3 ميدان التحرير قصر النيل، 3 ميدان التحرير ده يعني مفيش وسط البلد اكتر من كده. انا عمري ما قعدت على قهوه في حياتي، فعشان كده ما اعرفش فين مقهى علي بابا. لكن نبحثه من الناحيه القانونيه، يعني مفيش هو الناحيه القانونيه. هو كلام رئيس الحي ان هو الراجل توسع واخد الممر اللي جنب منه، فرحنا لقينا ان هم هدوه الكلام الجزء اللي بره الممر، فرجع وتعدى تاني. لكن اللي احنا شايفينه قدامنا لا تعدي موجود. نبحثه وندرسه وكل شيء يعالج بالقانون. تمام صح؟ طيب معالي الوزير، يعني سامعين كده ان في حاجه هتتعمل قريب، مهرجان هيتعمل في وسط المدينه كايرو زمان. احنا هنعمل حاجتين قريب. الحاجه اللي هنعملها حاجه يوم 1 مايو وحاجه يوم 2 مايو ان شاء الله. ان شاء الله يوم 2 مايو احنا بنعمل ما يطلق عليه اعاده تطوير القاهره الخديويه. القاهره الخديويه اللي هي يعني مثلث راسه رؤوسه ميدان التحرير وميادين التحرير والعتبه ورمسيس. المكان ده كان اهمل ويحتاج تطوير، منشاته لها قيمه. يعني هنعلن يوميها بدايه التطوير ولا هنعلن انه تم تطوير جزء؟ احنا في بنعمل 3 مناطق الان، يعني 3 مشاريع استرشاديه لما يمكن ان يتم في وسط المدينه. احدها هو منطقة مشاه في شارع الألفي وميدان عرابي، وهذه انتهينا منها والحمد لله رب العالمين، وسوف يتم افتتاحها يوم 2 مايو القادم ان شاء الله في احتفالية يعني لهذا الغرض. احنا عدنا تطوير المباني ورجعناها الى شكلها الاصلي والشارع، وخلقنا ممر للمشاه واماكن لاعاد المشاه، اضاءه بشكل جديد، تشجير بشكل جديد وهكذا. في المنطقه دي هتبقى منطقه اعتقد المصريين واهل القاهره وكل محبي التراث اللي كان موجود اعتقد ان ده هيلقى قبول عندهم. في نفس الوقت احنا بنعمل منطقه ميدان طلعت حرب وشارع قصر النيل
بنوعيه ما اعرفش هي تنفع مدينه وسط البلد قريب ولا لا. احنا كل المباني الموجوده في المدينه طلعت حرب حاليا، يعني يا متى تم الانتهاء او على وشك الانتهاء من اعاده ترميم الواجهات. حاليا احنا بقى بنعيد رصف شارع قصر النيل بالكامل، بنعيد عمل الارصفه بالكامل، بنعيد تصميم الاضاءه بالكامل وهكذا. لكن يوم اثنين هنحتفل بانتهاء العمل في منطقه شارع الالفي وهكذا، ده احتفاليه. ده يوم 1 مايو احنا عاملين، ده كايرو بقى زمان، ده عاملين احتفال في الحديقه الدوليه لمدينه نصر. مدينه نصر نعم، للحاجات التراثيه اللي في القاهره. عارف مثلا زمان الجيل الاكبر شويه من الشباب اللي موجودين يعرفوا بقى اللعب القديمه اللي كانت موجوده في مصر، المدفع والحجله والبلي والنحله والاشياء دي كلها، وكل الالعاب التراثيه اللي كانت موجوده. ده مفتوح للناس كلها انها تروح تزور. مفتوح، وكمان الاكلات القديمه المصريه اللي برضو بعضها اختفى الايام دي، زي الدوم والبطاطا والحلبسه وال لا البطاطا والحلبسه ما لسه موجودين، بس هو الاحتفال او احنا اللي ما عندناش سنين. دار تاني، والكشري والبصاره والاشياء دي كلها. فده يعني تجربه بنحاول، احنا عايزين نخرج الناس نعمل مود تاني كده في المجتمع ونصحح. طيب إعادة وسط القاهرة لرونقها القديم، يعني برضو الرونق القديم طبعا، لأن عاملين بيبعتوا لنا أهل مصر الجديدة، الرونق القديم اللي ما اندثرش قوي جوه مصر الجديدة، احنا راجعين لهم بقى، نرجع له. ما ده اللي عاوز أقوله بقى، يعني احنا القاهرة فيها كذا مكان صراحة. أولا في القاهرة التراثية اللي هي أكبر من القاهرة الخديوية، لأن القاهرة الخديوية تضم المساحات اللي أنا قلت عليها دي، لكن القاهرة التراثية بقى بينضم إليها الآثار المعز بالضبط، لا كمان ومنطقة الجامع العام بن العاص ومنطقة الفسطاط والكنيسة المعلقة والقلعة والأماكن دي. فده نطاق القاهرة الخديوية، ده جزء في يعني يدخل داخل نطاق القاهرة التراثية ولكنه أصغر ومرتبط بحقبة تاريخية معينة. نعم. اللي هي حقبة الخديوي إسماعيل والخديوي توفيق. توفيق. في عندنا أماكن تانية بقى في القاهرة، يعني مصر الجديدة بقى لها ستايل تاني ولها شكل تاني، ومرتبطة بأعمال تمت في أوائل القرن العشرين وهكذا. فإحنا دي الخطوة الجاية. أنا كنت لسه قريب في الكوربة وقابلت الشباب بتوع مصر الجديدة، وأنا هناك في مباني رائعة. رائعة. ودي الخطوه الجايه بتاعتنا هي منطقه الكربه. وانا عاوز اقول سالتك وقصر البيرون، المنطقه المحيطه بقصر البيرون طلعت الحقيقه المباني حواليه. يعني شقه هناك انا سمعت رقم عظيم جدا، الشقه جنب قصر البيرون بتتباع بمليون دولار. والله مش مليون جنيه، مليون دولار. يا عادل امام قال لهم مليون زرار ازاي؟ ده بيتعدي ازاي ده؟ مش يعني انا بس عاوز اقول ايه، انه احنا بنشتغل في وسط القاهره بقالنا حوالي 7-8 شهور، في تطور كبير جدا بيحدث كل يوم. في ناس بيساعدونا من ناحيه التمويل. انا ان شاء الله يوم الثلاثاء اللي جاي، يعني بدعوه من مش بدعوه يعني بدعوه بمبادره بمبادرتين يعني بالتوادي كده ما بيننا وبين جمعيه رجال الاعمال وبيننا وبين مجلس الاعمال المصري الامريكي، بنعرض عليهم احنا بنعمل ايه، لانه احنا محتاجين تمويل عشان نستمر. وممكن وعرفنا الطريقه، يعني انا دلوقتي احنا دلوقتي في عمل بيتم في بعض الشركات المتخصصه التي تعمل الان. في وقت من الاوقات كان في المقاولين العرب اداره القصور الرئيسيه القصور وعندهم خبره جميله جدا. احنا نجحنا ان احنا جنبهم نطلع شركات صغيره تكتسب الخبره وبتعمل. نستطيع ان احنا نعمل في كل القاهره الخديويه في نفس الوقت، نستطيع خلال سنتين نخلق وسط قاهره تاني جديد ان شاء الله. بس ده يتطلب يعني ايه الدعم المعنوي ده موجود.
والاهتمام المعنوي الموضوع. طبعا انا كنت سالت حضرتك مره كده تليفونيا كده، كنت بدردش مع حضرتك قبل لقاء من اللقاءات، وسالت حضرتك على لو احنا مجموعه سكان في شارع وعايزين نرصف الشارع ده على حسابنا، التكلفه ايه ونروح لمين ونقول والله احنا الشارع بتاع يقولي انا تكلفته ده حضرتك بتبقى بتتحسب ازاي؟ هل في بقى حاجه يقول المتر المربع شارع بتاعك عرضه 8 متر وطوله 100 متر يعني 800 متر، المتر بيتعمل بكذا فالناس تبقى عارفه قبل ما تتحرك؟ ممكن طبعا ممكن، بس احنا بنعمله اكتر من الرصف اللي احنا بنعمله في القاهره دلوقتي. لا انا بكلم دي حاجه تانية ان انا بقول انا النهارده ساكن في مدينه نصر وعندي في مدينه نصر وانا ساكن في المعادي، والشارع بتاعي ده الناس اللي ساكنه فيه مقتدرين ماديا ومش عايزين يحملوا الدوله ومش عايزين يستنوا، فيقولوا والله هاتوا لنا الكلام ده اعملوا لنا الشارع بتاعنا ده على حسابنا. هل ده ممكن؟ ممكن وبيحدث على فكره. احنا في المعادي، معادي من الاحياء اللي فيها جمعيات اهليه بالذات تقودها يعني سيدات فاضلات، والزمالك نفس الكلام، ومصر الجديده انا متوقع وبيعملوا كده. في ناس عملوا ميادين في المعادي، انا رحت مره افتتحت 3 ميادين في يوم واحد. لا خلينا بعيد عن الجمال، احنا سكان 3-4 عمارات جنب بعض لمينا من بعض وحبينا نعمل الشارع الحته اللي قدامنا، مفيش مشكله. فيعني يعني عكس ده حاجه تسعدنا هل من ممكن نقول للناس متوسط التكلفه؟ يعني مش لازم النهارده طبعا نقول للناس والله متوسط التكلفه يا جماعه دي، اقعدوا فكروا فيها. وفي ناس تقول لك والله انا هشيل عن الدوله وابقى اخدت اولويه في الشارع بتاعي في الرصف. لا دي حاجه تسعدنا جدا للامانه، حاجه تسعدنا جدا. انا بقى هاجي لحضرتك واعرف الرقم عشان خاطر نبتدي نقول للناس متوسطات الارقام عشان نقولها للناس، ناس عايزه تشارك. جميل والله، حاجه جميله جدا. طيب الدكتور ايمن بيقول ارجو الرد، هل مبنى الحزب الوطني غير صالح للاستعمال ام انها الرغبه في الهدم وخلاص للامور السياسيه؟ انا اقول لسيادتك على حاجه الحقائق يعني. اوكي، مبنى الحزب الوطني 3 مباني مش مبنى واحد. مبنى صغير اللي هو على الكورنيش مباشرة، أرضي ودورين، والمبنى الكبير، ومبنى قصير يعني إيه خلف المبنى الكبير ناحية مدار رمسيس. المبنى الصغير اللي ناحية النيل ده إنشائيا غير قابل لأي إصلاح بسبب الحريق. بالضبط كده، ماشي، بالعكس يعني إبقاء عليه خطر على مدة أطول في خطر على الناس. المبنى اللي هو المحيط بالمبنى الكبير يعني أرضي ودورين، الدورين اللي فوق تهدموا بالفعل وبالتالي يعني إيه كل جدوى من يحتاج إلى إعادة بناء. المبنى الكبير خالص بيتنازعوا كذا وجهة نظر. وجهة نظر الأولى إنه هذا المبنى إنشائيا قابل للاصلاح ماشي، ولكنه بتكلفه قابل للاصلاح وجماليا شكله وحش، لانه في عندنا تقارير بتقول مثلا انه في 79 عمود مش عمود يعني من ارض لحد فوق، في يعني 39 جزء من عمود في اوضاع مختلفه يحتاج الى اعاده تنكيس وتدعيم والحاجات دي كلها. ويقال ايضا انه المبنى نفسه الشكل الانشائي بتاعه، النظام الانشائي ومساحاته يعني ايه تكبل اي حد عاود يستخدمه اي استخدام من الاستخدامات المفيده. اذا يعني مثلا ما ينفعش يتعمل فندق لان السبيسنج ما بين الاعمده والفراغات والحاجات دي كلها لا تستطيع ان تشكل منها الوحدات المطلوبه لفنادق من الدرجه المطلوبه في هذا المكان. هناك من يقول انه هذا المبنى له يعني مسجل في تجل المباني ذات الطراز المعماري، مش للعماره بتاعته، مع ان العماره بتاعته طبعا اللي عمل المبنى ده هو نفس المعماري اللي عمل جامع الدول العربية. فله نفس النمط المعماري. لكن المبنى اهميته جت من احداث تاريخية مرتبطة بالمبنى. احداث مرتبطة بايام عبد الناصر وايام السادات وهكذا. فكان هناك بقى ايه وجهات نظر في هذا الموضوع، لكن ووجهة نظر تانية طبعا المبنى بعد ما تشوه اصبح يعني من الصعب التعامل معاه بشكل حالي وهكذا. وكان صدر قرار من مجلس الوزراء من سنة بناء على طلب وزير الاثار، ثم وزارة الثقافة كان لها وجهة نظر اخرى. النهارده بقى قررنا ايه في الاخر؟
لا، في قرار محدد ان هو يتم هدمه، تكليف محافظه القاهره باتخاذ اجراءات هدم، وهيتحول الى حديقه للمتحف. لا، برضه القرار نفسه في جزء منه على انه يحدد مجلس الوزراء استخدامه للنقاط. طيب حضرتك وعدت من شويه بموضوع المدارس ان هيتم حل مشكله المدارس دي، فجيجي رمضان بتقول انا سحبت الملف بتاع ابني بعد ما قالوا لي مفيش فايده وروحي الخاص، هل ارد ملف تاني للمدرسه وانتظر؟ لا يعني انا عاوز اقول ان القضيه ما هياش سهله قوي كده، لكن انا وعدت ان احنا انه برضه ما ينفعش اسيب ناس عندها 10,000 اسره، عندها 10,000 عيل عندهم مشكله واقول دي مش هتحل. لكن انا الحل بوضوح الان، مش لو كان يعني عندي كنت قلته على طول. فاللي انا بقوله انه هذه القضيه يعني اتصل علمي بها من 48 ساعة. نعم. وهناك اتفاق ان تناقش مع وزير التربية والتعليم، لان هذه القضية غالبا مرتبطة بالقاهرة اكثر من اي محافظة تانية. مع الوزير جيجي ترجع ابنها، ترجع الملف جيجي دي على دماغي من فوق، وانا لو اخد رقم تليفونها عشان اتواصل معها. ابعت لنا رقم تليفونك يا جيجي عشان نديه لمعالي الوزير عشان خاطر يتواصل معاك، وان شاء الله يتم حل هذه المشكله. الوزير، اولا حضرتك طبعا حديثك شيق، موضوعاتك طبعا مهمه جدا بتمس حياه الناس كلها، من السواح، من كبر السواح، من المناطق الحدوديه بين المحافظات. يعني لو قلت لحضرتك تعالى نلتقي كل يوم نتكلم على الهواء، الناس هيكون عندها استفسارات تقضي حلقه يوميه. فارجو ان حضرتك ما تبخلش علينا بوقتك ان احنا نلتقي قريبا جدا. ومره ثانيه بهني حضرتك على الجهد اللي بذل حتى الان في القاهرة، ومنتظرين المزيد من الجهد في الفترة القادمة ان شاء الله. شكرا جدا، بشكر حضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. بشكر معالي الوزير الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، وبعتذر لحضراتكم ان كنا ما اجبناش عن كل استفساراتكم، لكن الاستفسارات كثيرة، ومع وعد سيادة المحافظ ان احنا هنلتقي به قريبا ان شاء الله عشان نرد على باقي هذه الاستفسارات. هنروح لفاصل ونرجع في لقاء مهم ايضا، هنلتقي مع وزير الشباب والرياضة معالي المهندس خالد عبد العزيز، نتحدث في أمور يعني تميل كفتها الحقيقة في رغبتي الشخصية، وأعتقد أنها في رغبة معالي الوزير، نحو قضايا الشباب قبل أن تكون نحو قضايا الرياضة. مجدي عبد الغني البلدوزر يتولى الرياضة، وخلينا أتولى قضايا الشباب. ألقاكم بعد هذا الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم النهارده في مكتبة اسكندرية عن إعداد الشباب لتولي المراكز القيادية، وإنه يكون في برنامج تدريبي قبل ما يتم تكليفهم بالقيادة. الرئيس دايما بيؤكد على إن الريادة في مصر للشباب. برحب بمعالي وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا أستاذ أسامة، إزي حضرتك؟ إيه بقى موضوع التدريب للشباب لتولي المراكز القيادية؟ والله أنا يعني إحساسي وشعوري وكل متابعتي للسيد الرئيس من يوم توليه المسؤولية في 8/6 الماضي، وهو في كل وقت يعني ليه اتصال شديد بالشباب، حتى جميع المجالس المتخصصة اللي الرئيس كونها كان أكثر من 50% من أعضاء المجالس من الشباب. الرئيس اتكلم من أول فترة على إنه الشباب لازم يتولى المسؤولية في مواقع قيادية مختلفة. لكن المهم إذا كنا بنتكلم النهاردة على التدريب والتأهيل، احنا الحقيقة عندنا حاجة مختلفة شوية، والناس شايفاها بطريقة مختلفة شوية. الناس شايفة كلمة تمكين الشباب ان اي حد يكون في سن 30 35 40 المفروض ان هو يتولى منصب قيادي. فالحقيقة مش كده. تمكين الشباب في العالم، اذا كنت مؤهل وعندك كل المؤهلات اللي تخليك تتولى المنصب القيادي وسنك صغير، سنك لا يمنعك من تولي المنصب. هي دي الفكرة. يعني ما اقولش مثلا ده عنده 32 سنة ما ينفعش يبقى وزير. يبقى عنده كل المؤهلات بس ده سنه صغير. لكن ما يبقاش مؤهله سنه. لكن مش مسألة ان هو عنده 35 سنة ده يبقى لازم يبقى في منصب قيادي. وبالتالي ان النهاردة الرئيس لما يتكلم في مكتبة اسكندرية على انه لابد ان احنا نؤهل الشباب لتولي المراكز القيادية، يبقى هي دي الخطة اللي الدولة كلها ماشية فيها. ولكن ربما يكون اتصال بعض الشباب بمؤسسة حكومية زي وزارة الشباب والرياضة، ربما ينظر له الناس ان دي الحكومة بتعد مجموعة وبتعد مجموعة من الشباب عشان يتولوا حاجة معينة او يكونوا بيهم حاجة سياسية معينة او يستخدموهم كمجموعات ضغط في اماكن مختلفة. انما لما نتكلم على مؤسسة الرئاسة، وخصوصا انها بتستخدم حاجات كتير جدا وبيبقى ليها
بشكل او باخر توجهات في حاجات مختلفه، في مجالس متخصصه، في مجالس استشاريه، في التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني. اعتقد ان الرئاسه لما تتكلم في هذا الموضوع هيبقى اكثر جذبا للشباب، واكثر ان الشباب المؤهل او الشباب الطامح هيكون متفاعل اكثر مع مؤسسه الرئاسه. طب خلينا اتكلم بصراحه في موضوع الشباب ده، عشان خاطر برضو زي ما هو حضرتك يعني لمست ناس انها شايفه لمجرد ان هو سن وكذا فبالتالي ده يخليه يؤهله ان هو يبقى رئيس الوزراء. خلينا اقول ان بعض الشباب اللي بيتدرب على انه يكون في مراكز قياديه او بيتدرب على حاجه معينه بياخد مهارات بلا شك، لكن هذه المهارات القياديه بتخليه يفتقر الى المهارات بتاعت الشغل العادي. يعني كلنا اشتغلنا واحنا في سن اصغر في الحاجات العاديه، يمكن حضرتك اخدت، انا ما اخدتش التدريب على المهارات القياديه، لكن اللي بياخد تدريب على المهارات القياديه ده بس ده بيبقى عنده فيه فراغ كبير قوي حاصل، هيعمل فيه ايه؟ لا، هو في حاجات كده في علم المنطق يقول لك عليها ده شرط ضروري وغير كافي. فضروري انك تاخد تنميه مهارات، بس مش كفايه انك تقعد تاخد تنميه مهارات بس وكده تبقى تستطيع ان تتولى المركز القيادي. المركز القيادي يحتاج نوع الى من الخبره العمليه الكبيره جدا، لانك انت طول ما انت بتاخد الخبره العمليه بتواجه مواقف معينه تحتاج منك ان يكون ليك مهارات مختلفه بحيث انك تقدر تتعامل مع المواقف المختلفه اللي بتقابلها في عملك المؤسسي. وبالتالي تنميه المهارات دي لابد انها تكون بالتوازي مع العمل الروتيني والعمل اليومي اللي بيديك خبرات متعدده، ومحدش بيوصل لمنصب معين الا اذا كان عنده تراكم خبرات. الناس دايما يضربوا المثل بوزير التعليم اظن في السويد ولا في الدنمارك ولا مش في، عنده 28 سنه بيقول لك شفت الوزير ده عامل ازاي. ممكن يكون عنده 28 سنه لكن ممكن يكون متخرج من هو عنده 22 23 سنه، اشتغل في مكان محدد ابتدى يشتغل فيه وابتدى يلمحوا فيه النبوغ والتفوق، وابتدى في كل معاملاته مع زمايله عنده الشخصيه القياديه، عنده الشخصيه اللي تستطيع ان تحتوي الناس، عنده الشخصيه اللي تقدر تقود في عمل معين، عنده سرعه انجاز. كل ده يحتاج انه يكون برضه عنده تنميه مهارات للتعامل مع المواقف المختلفه، للتعامل مع المواقف السياسيه، لمعرفه الامن القومي المحيط بالبلد في حاجات كتير، بحيث انه في النهاية لما يؤهل لهذا المنصب يبقى عنده كل الخبرات المختلفة من أسلوب القيادة، من الخبرة العملية، من المنطقة المحيطة به واستيعاب الأوضاع بشكل مختلف. بخشى ما أخشى لما يكون الحديث مستمر دايما عن الشباب، وده شيء مطلوب جدا، أن يكون في أصحاب السن الأكبر يشعروا بالإجحاف، أن هم ممكن تهدر خبراتهم، أن هم ممكن ما يبقاش شايفين نفسهم ان هم يستعان بيهم. هرجع للكلمه اللي كان قالها الدكتور مصطفى الفقي من 15 سنه على جيل، لما قال الجيل المسحور، قالوا لنا في الاول انتوا صغيرين وبعدين قالوا لنا انتوا كبار. ففي ناس ممكن تبقى النهارده عندها هذه الخبرات التراكميه، بيقول طب ده انا النهارده عديت ال 40، ده انا عديت ال 45، ده انا ممكن يبقى فاتني القطر كده والحكومه مش هتقبل بيا. راي حضرتك ايه؟ لا، انا كل اللي انا عايز اقوله برضو تاني هرجع للنقطه اللي انا كنت بقولها الاول، المهم مش بس عامل السن، انما زي ما بقول لحضرتك هو المهم انك تكون قادر على تولي المنصب القيادي. لكن كلمه تمكين الشباب ان سنك لا يمنعك عن تولي المنصب القيادي. ونضرب مثل النهارده الولايات المتحده الامريكيه، هيلاري كلينتون بتفكر تترشح تاني للانتخابات القادمه، وهي اعتقد انها في سن زوجها الرئيس الاسبق بيل كلينتون، وبيل كلينتون نجح في الانتخابات سنه 92. يعني من الوقت بنتكلم في 23 سنه. يعني هو من 23 سنه كان اترشح، وهي كانت ممكن تترشح من 23 سنه، وجايه النهارده بتترشح لانها شايفه دلوقتي انها بعد ما كانت زوجة رئيس سابق قعدت 8 سنين في البيت الابيض ثم تولت منصب وزير خارجيه الامريكيه، فبقت مؤهله بشكل او باخر انها تترشح للمنصب. سنها 67 سنه دلوقتي، لكن ده ما يمنحهاش، لكن هي من واقع الخبرات هي شايفه انها تقدر تترشح. وامريكا ما حدش قال لي سنها كبير او ازاي تبقى، وانا فاكر ان احنا يمكن سنه 80 لما ترشح رونالد ريجن لرئاسه الولايات المتحده الامريكيه كان في السبعينات، وكانوا قالوا ده راجل سنه كبير، وكان ساعتها يمكن 72 سنه في ذلك الوقت، وكان بيترشح ضد جيمي كارتر، واحنا كنا متعاطفين مع جيمي كارتر كمصريين لان كان في ذلك الوقت معاهده السلام واتفاقيه السلام. لكن انا زي ما بقول لحضرتك السن هو مش يعني اسلوب التفضيل ان هو ده اصغر من ده، يمكن يكون اصغر من ده اذا تساوى الاثنين في المهارات وفي الخبرات، ممكن يكون السن عامل تفضيل للسن الاصغر. نعم. لكن ما اقدرش اقول ده سنه اصغر وده عنده كل الخبرات وعنده كل المهارات فانا اقول لا انت سنك اكبر ما تقدرش تنزل قصاد سنه اصغر. وده اللي بيعمله الولايات المتحده الامريكيه، وده اللي بتعمله كل الدنيا. احنا نبحث عن الاكفأ، انا شايف رئيس وزراء اليابان، واليابان المفروض انها يعني واحده من اكبر دول التكنولوجيا في العالم، رئيس وزراء اليابان سنه كبير ومع ذلك
بيقولوا عليه ان هو راجل افكتيف جدا ومؤثر جدا وعنده قدره كبيره. نعم. انا شايف ان السن مش هو العامل الاساسي، لكن اذا تساوى الاثنين ربما يكون السن الاصغر هو السن المرجح. طيب مؤتمر قومي يناقش موضوع الشباب بيفكر في ايه؟ الشباب بيفكر في ايه؟ لا موضوع المؤتمر القومي، والاتحاد ده مش من الناس اللي يعني اللي بتحب الكلام ده، ونعمل مؤتمر قومي ونقعد نناقش الشباب كلنا عارفين الشباب بيفكر في ايه، وكلنا لازم نقول ان الشباب بيفكر في حاجه واحده. الشباب عنده اختلافات كتيره جدا، انا بقعد مع شباب كل تفكيره في حاجه تانية مختلفه عن شباب تاني خالص، وشباب القرى غير شباب المدن، والشباب اللي عنده تعليم متوسط غير التعليم العالي، وشباب الطبقه الارستقراطيه مختلف عن يعني الشباب الفئه المتوسطه. ما تقدرش تقول الشباب بيفكر في حاجه واحده، لكن كل واحد بشكل او باخر بيحاول على تحسين حالته المعيشيه، ده في كل حاجه. لكن واحد اخر حياته ان انت لو جبت عربيه وبعت عليها مثلا حاجه، ده بالنسبه لي ده منتهى حلمي. واحد منتهى حلمه انه يهاجر او يسافر في البلد تانية يشتغل هناك كام سنه ويجيب قرشين ويرجع يبني بيت في مكان، واحد تاني عايز يلاقي مكان في حته احسن من اللي هو عايش فيها ويسكن في شقه احسن ويلاقي وظيفه احسن. الشباب بيفكر في حاجات كتير جدا، لكن هو اللي نقدر نقوله دلوقتي عندنا في مصر ان الشباب دائما بيبحث عن الافضل من اللي هو عايش فيه، ولكن للاسف هو عايز يبحث عن الافضل بدون ان يبذل المجهود الذي يحقق له هذا الافضل. يعني حضرتك مستشعر هذه المشكله؟ مستشعر جدا. يعني حضرتك رغم احتكاكك الكبير بالشباب مستشعر ان هو مش عايز يحط، يعني المثل اللي انا بحب استخدمه كده، مستخسر عافيته. استخسر عافيته، وهقول لحضرتك الاسباب. يعني انا عايش في الموضوع ده كل يوم وكل لحظه ومع شباب كتير مختلف. الفكرة الأساسية إحنا لما كنا زمان في جيلنا كنا متخيلين إنك عشان تبني مستقبل لازم تتعب شوية في الأول، أو لازم يعني تتعرض في الأول لبعض المشكلات علشان بعد 10 سنين و15 سنة تبقى أفضل من كده. الحالة مش كده دلوقتي. الحالة دلوقتي هو عايز من أول ما يتعين يكون اللي بياخده كافي. إحنا كنا ساعات بنفكر إن إحنا نروح نشتغل في مكتب هندسي ممكن يكون بندفع من فلوسنا، أو الفلوس اللي بناخدها دي يا دوبك بتوصلنا بس وترجع لنا، بناخد 30 قرش في الساعة أو 35 قرش في الساعة، لكن ده مكتب هندسي كبير، فإنك مجرد بس إنك تتعلم فيه دي حاجة هتديك بعد 4-5 سنين تخليك مهندس كويس. دلوقتي الفكرة مش كده، أول ما تقول له مثلا هتاخد كذا ما بيفكرش طب وبعد سنة ممكن أبقى أحسن، ممكن أبقى عندي مهنة في إيدي، ممكن أبقى أكون أقدر أنا أفتح شغل خاص، لا ما بيفكرش. الحاجة المعروفة عالميا أنا ببني سي في. بالظبط. دي بقتش عندنا. الاكتر من كده بقى هقول لك المشكله ملخصها. احنا في وقتنا في نهايه السبعينات واوائل الثمانينات كانت المنافسه في العمل لصالح القطاع الخاص. يعني كلنا لما بنتخرج من الجامعه معظمنا عايز يروح يشتغل في القطاع الخاص، لان القطاع الخاص بيدي مرتب 3 أضعاف القطاع العام. وكنا لسه خارجين من حرب 73 ومرحله انفتاح وفي فروع الشركات الاجنبيه موجوده في مصر، وبالتالي كلنا شايفين ان المستقبل الجديد بعد سنين طويله جدا كان عندنا حاله انغلاق في المجتمع، الانفتاح اللي جالنا ده كلنا لو لحقناه هننتقل لمكان اخر. نتيجه ما حدث خلال السنوات من ازمات اقتصاديه وحروب وارهاب وثورات، رجعت الناس لقت في الاخر انك لا، انت خليك في الحكومه هي الحاجه الثابته. الحاجة اللي انت مهما تعرضت لأزمة اقتصادية عالمية، مش عارف فاينانشال كرايسس حصلت سنة ايه، وثورة 2011 خلت الناس مش كل اللي حصل ده، انت الحكومة فترحة. فخليك ابحث الأول عن الحكومة وانسى الباقي. فأصبحت النهاردة المنافسة هي الحكومة أكتر حاجة، أو هي أعلى سعر بالنسبة للناس حتى لو ما بتديش أعلى مرتب، لكن ده المكان المستقر. ونتيجة ما حدث خلال ال3-4 سنين السابقة، أديك مثل، يعني الحكومة المصرية كانت تسدد مرتبات 80 مليار جنيه في السنة سنة 2010، بتسدد دلوقتي ما يزيد عن 210 مليار جنيه مرتبات، دخلت قرب ال3 أضعاف. الثلاث أضعاف في 4 سنين فقط. دي نتيجة ايه؟ مش دي وعود عملتها للحكومات؟ مش وعود بقى، مظاهرات فئوية ومش وزارات فئوية وتحسين وخدمات وكل الحاجات دي زيادة، والانتاج ما بيزيدش، لكن الفلوس كترت والناس بقت تاخد اكتر، ومظاهرات فئوية خلت الناس تاخد بعض المزايا الاخرى. فاصبحت الناس من الشباب شايف ان ده افضل كثيرا جدا انك تروح تتعب في حتة تانية وتبذل مجهود وربما لا تأخذ هذا المبلغ، واذا اخذت هذا المبلغ ما عندكش الاستقرار، اللي ممكن بعد سنة يحصل مشكلة تانية في مصر فالشركة دي تفلس او تقفل او تسيب، تلاقي نفسك بقيت بره المنظور. الفكرة الاكتر من كده بقى ان احنا اصبح لدينا اقتصاد خفي في مصر النهاردة يخلي بعض الشباب يستطيع الحصول على مرتبات عالية جدا بدون ان يكون هو في شغل خالص. بمعنى ايه؟ بمعنى انت ممكن حضرتك تشتغل في كافيه فتاخد فيه 150-200 جنيه في اليوم بقشيش،
فبالتالي كنت ما تدلني على الكافيه ده. لا يا فندم، في ناس وانا سالت وبسال الشباب اللي موجودين، وتروح اي حته تلاقي الناس اللي بتعمل ايه في الشيشه، الناس اللي بتقدم بتاخد شويه ايه وشيش، بيطلع له 100 جنيه في اليوم، 150 جنيه في اليوم. فده بيعمل له 4-5000 جنيه في الشهر. صحيح صحته بتتعب وبيسهر طول الليل وبتعرض لدخان شديد في المكان اللي هو فيه، لكن كل حد بيسيب له مبلغ فبيعمل له قرشين كويسين. ممكن واحد تاني يكون بيسوق توك توك بياخد له 50 جنيه في اليوم، وممكن يطلع اكتر من 50 جنيه في اليوم ويروح وقت ما يحب يروح وما يروحش وقت ما يحبش. في الناس اللي بتشتغل في توصيل الطلبات للمنازل، النهارده الناس اللي بتشتغل في توصيل الطلبات للمنازل دي بتاخد مبالغ ممكن يوصل 50 جنيه في اليوم، 60 جنيه في اليوم. اليوم اللي بيشتغل وبياخد فيه ده مجرد اللي بياخده نتيجه انه بيوصل الطلب بياخد ده. ده على حسب الموتوسيكل بتاعه حسب. او لو الموتوسيكل بتاع المكان. حتى دلوقتي بقتش كده، ده حتى ممكن يكون السوبر ماركت بيتصلوا بيه بالتليفون فبيطلع الحاجه في منطقه صغيره، حد بيعمل مكوى، حد مش عارف اي صيدليه. واصبحت الحاجات دي بيشتغل عدد معين من الساعات وبياخد مبالغ، والمبالغ ديت بتخليه مش عايز يروح يشتغل في حته تانية. او كل الكلام ده مش محسوب، لا هو في طاقة العمل ولا هو ده داخل جوه ايه؟ ده داخل جوه رقم البطالة؟ يعني ده الشاب ده داخل جوه رقم البطالة؟ الشاب ده جوه رقم البطالة، مع ان رقم البطالة عندنا ما هوش يعني المفزع، هو اقل من 13%. اقل من 13% ونزل 8% وصل مثلا 12.4 12.3. لكن هديك مثل ودايما بديه للراجل البقال اللي تحت بيتنا. عنده طفل صغير كده عنده 11 12 سنة، تشوفه في منتهى البراءة، وهو اللي لما تطلب منه اي حاجه يطلع لك الطفل الصغير ده مع اي حاجه اللي فيها كيس كده ويديها. فانا نزلت له قلت له ده طفل صغير جدا حرام تشغله. قال لي حاجتين، اولا الطفل ده تقريبا دخله 3000 جنيه في الشهر. الطفل ده خلى اهله ما بيشتغلوش، يعني اهله معتمدين على ال 3000 جنيه اللي بياخدهم ده وهو ما بيشتغلوش. الحاجه الثانيه ان هو ده السن المطلوب، لان ده بيروح يودي الطلبات في البيت، فممكن تفتح له الست وهي مثلا لوحدها في البيت او مش قلقانه منه. فالطريقه دي كلها حضرتك ادت او خلت عندنا طبقه معينه بتاخد فلوس اكثر كثيرا جدا من ان حد يكون بينتج، فخلت المنافسه. هتلاقي اخوه ده مثلا عنده 17 18 سنه او 20 سنه او 30 سنه او 25 سنه، وشايف الاخ الصغير ده ممكن يعمل 2000 3000 جنيه في الشهر، وهو لو راح اشتغل في حته عامل او كذا ممكن ياخد 1500 جنيه. فبتخليه مش عايز يقبل هذا العمل، لان في شغلانات كثيره جدا في مصر غير منظوره ومش موجودة خالص، وتلاقي الراجل اللي عنده مصنع واثنين وثلاثة ويقول لك أنا مش لاقي عمال تيجي تشتغل. ده بقى موضوع حضرتك ده مربط الفرس، لأن كان عندي مجموعة من الضيوف هنا أول امبارح وكانوا بيتحدثوا المنطقة الحرة في الإسماعيلية، المنطقة الحرة في بورسعيد. الراجل بيقول أنا على وشك الإفلاس، هضطر أقفل مصنعي وأنا شغال ب 20% بس من طاقتي لأني ما عنديش عمال. قال إحنا كأصحاب مصانع بنتخانق على نحط يوفى الطلب العمال بتاعتنا، كل واحد عايز الاولويه لليافطه. هل هي للدرجات يعني ازاي بلد فيها رقم البطاله ده يعني ال 12 وشويه في المية دولت يساووا يمكن حوالي 3 مليون عاطل، وعندي ناس مش لاقيه شغل؟ فقلنا له طب يمكن انت محتاج توفر اماكن اقامه واعاشه. قال انا مستعد، لان انا لو جبت من بره مصر هوفر اقامه واعاشه فمستعد. فالناس مستعده انها تقريبا يعني تتخلى عن ملابسها عشان خاطر يجي لها عامل ملابس. يعني بص حضرتك، احنا على مدار الشهرين اللي فاتوا معايا كانت السيده وزيره القوى العامله والسيده وزيره التضامن، واحنا في وزاره الشباب، وعملنا لقاء مع كل رؤساء جمعيات المستثمرين ونقول لهم ايه مشاكلكم، واحنا عارفين ان ما عندكوش مش لاقيين عماله. كلهم قالوا انتوا لو جبتوا لغايه 5000 عامل، يعني في احد الناس قال لو 5000 عامل كل شهر هنشغلهم عنده في المنطقه بتاعته، لكن هو مش لاقيين خالص. الفكره كلها انك لما بتيجي تقعد بقى مع الشباب وتتكلم معاهم، طب يا جماعه ما في هيئه وادي الشغلانات، يقول لك ده هيديني 1500 جنيه في الشهر، ده هيديني 2000 جنيه في الشهر. طب تعالى احسب بقى، انا صاحي من الساعه 7 الصبح ولا 6 الصبح عشان انزل في الحته الفلانيه، اخد اتوبيس للمصنع يوديني العاشر من رمضان ولا مدينه السادات ولا برج العرب، وبعدين اقعد من هناك من 8 للساعه 4 او الساعه 5 وارجع اوصل بيتنا تاني الساعه 7 بالليل. كل ده عشان يديني 1500 جنيه. ده ال 1500 جنيه هيعملوا لي ايه؟ ده انا مش عارف فلان ده بيشتغل فين وبيشتغل كام يوم وبيطلع كذا. طب يا سيدي اشتغل زي فلان الفلاني. طب اشتغل في المعمار. انا لما رحت قناه السويس اللي هو كامل وزير قال لي هاتوا اي عدد من الشباب يجي واحنا هنخليه يشتغل، واللي مش متعلم هنعلمه يتعلم معانا هنا. لكن هي بقت الفكره ان انا هروح اقعد في حته
اشتغل فيها 8 ساعات او 10 ساعات في اليوم وحبذل فيها مجهود ومش قادر بعد كده مش لاقي اصحابي اخرج معاهم بالظبط. وبعدين خلي بال حضرتك هو مش قادر يتحرك يعني مش قادر يزوغ الساعه 11 ولا الساعه 12 ده هو قاعد في مدينه ولازم يستنى الاتوبيس الساعه 4 5 هيتحرك عشان يرجعه. هم مش عايزين الطريقه دي او بلاش مش هنعمم لكن هقول نسبه كبيره منهم مش عايزه هذا الموضوع وشايفه انه حتى بعد كده بعد كل اللي انا هكافحه ده هتديني في الاخر 1500 جنيه ولا 2000 جنيه في الشهر هعمل بيهم ايه؟ يعني هو لو اخذ 5 هيشتغل؟ اه. ولذلك انا بقول لحضرتك ان احنا عندنا نقطه مهمه جدا لازم نبحثها. المنافسه مش في صالحه، مش في صالح القطاع الخاص، مش في صالحه. وانت ما تحاولش تقول انا عايز عمال لان في جهه اخرى او جهات اخرى مش منظوره بتدي ضعف اللي انت بتديه. نتفق او نختلف ان الكلام ده مش هو ده المطلوب، المطلوب الانتاج اللي عندك في المصانع صح. المطلوب ان احنا نعمل حاجه كويسه، لكن في حاجات اخرى اصبحت نتيجه الماركتنج اللي بتعمل في الاعلانات، الناس بتفتح تلاقي اعلانات ففي منتجات بتتباع ففي حد عايز يوصل الطلبات ديت. حتى النهارده في الصيدليات كل واحد بلدنا بقت خلاص المرور فيها صعب فكل واحد بيفكر ان هو يروح البيت اصلا ويتصل يطلب طلباته في البيت لانه مش هيقدر يركن قدام الصيدليه ويركن قدام كذا ويقدر كذا، فكله بيتجه الى هذا الموضوع. الظروف فبقت عندنا بعض المهن الغير المنظوره اللي الناس مش حاسه بيها ولا هي مسجله في اي حاجه، لكن المنافسه بقت في صالحها، وبالتالي القطاع ده بقى اقل كثيرا في المبالغ من القطاع ده، فبالتالي الطلب قل عليه، الطلب قل عليه والناس هتتجه كده. وما تقنعنيش بقى بالظروف اللي عدت 104 سنين انت تكلم الشباب تقول له بس انت لازم تنتج ليه، لان احنا فقدنا الدراما كمان اللي كانت بتوجه الناس والوجدان بان انا اشتغل والسنه الجايه هكبر والسنه اللي بعديها وانتقل من شغلانه لشغلانه افضل كتير. فقدنا هذا الجانب الوجداني والثقافي والدرامي اللي احنا اتفرجنا فيه على افلام ومسلسلات كانت بتجيلنا في رمضان وكل يوم وبنتفرج فيه وبنسمع فيه اغاني ولازم نعمل ونشتغل وننتج، كل ده فقدناه. فبنتكلم دلوقتي في حاجه واضحه صريحه، هتدفع كام؟ فانا لو لقيت حد بيديني 3000 جنيه حتى لو انا مش بعمل عمل مفيد جدا وهيديني واحد 2000 جنيه حتى لو انا، دي بقى المشكله. بتحاول تقنعه ان ال 2000 جنيه في الناحيه دي بعد 5 سنين ممكن يبقوا 15000، لكن هنا لا. لكن فكره تعيشني النهارده وموتني بكره او يا عم محدش عارف بكره هيحصل ايه في البلد مسيطره. هو اصلا عايز يسيب البلد في خلال سنه ولا سنتين او عايز النهارده، هتديني ايه النهارده؟ احنا كان زمان عندنا حاله مستقره، بنتكلم في حاله استقرار. فانا لما اكون عندي 23 سنه وخارج من كليه ولا شيء والله انا لسه قدامي 5 6 سنين على ما افكر اتجوز فاقدر اشتغل واكبر في الشركه اللي انا فيها ما عنديش مشكله في 4 5 سنين. الدنيا بقت مختلفه ولازم نتعامل بالطريقه دي. انا مش بقول ان الكلام ده صح ومش موافق على الكلام ده، لكن لازم نشوف الاساليب اللي تخلينا ما نحطش كفتين قصاد بعض. كفه خسرانه هي بتدفع مبالغ مش قادره، وهي لو غلت المبالغ المنتج اللي بتطلعه مش هينافس، مش هيقدر ينافس. ولذلك انا بقول من وجهه نظري ان الحكومه اذا فكرت تدعم التصدير ما تدعمش التصدير في سلعه في السلعه النهائيه او ما تدعمش التصدير في انه يخفض عليه المبالغ، تدعم التصدير في انك تدفع فلوس في التامينات الاجتماعيه والحاجات دي للشباب الصغير ده. تمام. انا بقى خليني ايه، انا عارف ان حضرتك ولا انت وزير التضامن الاجتماعي ولا حضرتك وزير الماليه، بس خليني اكلمك بقى في مشكله انا شايفها. كذا حد بيشتكي بيقول لك انا النهارده ماشي انا موافق على 1500 جنيه بس صاحب المصنع ده بيأمن عليا ب 100 جنيه بس. فصاحب المصنع لما تبتدي تتكلم معاه بيقول لك ما انا في 40% ضرايب وتأمينات، يا هدفعها له يا ادفعها هي في الاخر خالص هتبقى في نفس الجيب. تتذكر حضرتك لما تم تخفيض الضرايب الى 20% التزمت الناس الى حد كبير صحيح. بدفع الضرايب لان كانت القيمه عادله. صح. قيمه التأمينات والضرائب النسبه اللي بتوصل ل 40% قيمة غير عادلة على الإطلاق. اللي بيدفع ثمنها الدولة أولا لأن هو الراجل بيقول له ما بيقولوش إنه بياخد 1500 جنيه بيقول له ده بياخد 100 جنيه. فبالتالي خد 40 جنيه بدل ما تاخد 10% على ال 1500 جنيه بقوا 150 جنيه. صحيح. وبقى الراجل مخالف والعامل مخالف والعامل مش متأمن عليه والمنظومة نفسها كلها مش دايرة. إمتى الحكومة تاخد بالها أن الحلول العملية فقط هي اللي بتجيب نتيجة؟ أنا موافق جدا، وأنا قلت في الجمعية والناس يمكن سمعتها دلوقتي رؤساء جمعيات المستثمرين اللي كانوا موجودين معانا، إن أنا بالنسبة لي كالحكومة وأنا بالذات في وزارة الشباب أنا بقول أنا مستعد لو دفعت 500 جنيه للعامل ده كل شهر تأمينات احسبها حضرتك. لو أنا عايز أشغل 1000000 عامل وهدفع للعامل 500 جنيه تأمينات كل شهر يبقى بدفع قد إيه؟ 500 مليون جنيه في الشهر. يعني بدفع في السنة قد إيه؟ 6 مليار. لو انا اقدر ادفع 6 مليار انا شايفهم مبلغ مش كبير ان انا اجيب 1000000 وظيفه. ايوه انا مش شايف ان ده كتير
ولو الحكومة هتتحمل كل سنة 6 مليار عشان تعين مليون واحد، أنا شايف إن ده مش رقم كبير. حتى يا فندم من غير ما الحكومة تدفع، بس الحكومة تقول أنا عايزة، هي واقعين اللي هتاخده على الراس أكتر من اللي بتاخده دلوقتي. مفهوم. لو قالت إن النسبة تبقى نسبة معقولة. أنا برضو بقول لحضرتك ده كلام علمي جدا، لكن أنا حتى بتكلم، حتى لو أنا شايف إن أنا ليه بقول لحضرتك ليه؟ لأن إحنا كمان بنصرف فلوس على التدريب بس ما بنجيبش نتيجة. خلي بالك بالنقطة، أنا ممكن أقعد أدرب في الناس بس ماليش شغل. صح. لكن هو لو خده واتمرن عنده شهرين ثلاثة ولقى وكمل شغل، هو اللي كسبان. فأنا بدل ما وفرت ثمن التدريب، فأنا ممكن أدفع الكلام ده، وأنا شخصياً ما عنديش مانع، وشايف في أي حتة في العالم إنك ممكن توفير يعني وظيفة يساوي 100,000 جنيه في السنة اللي عشان تعمل وظيفة. لما تحسب ثمن المصنع وثمن تكلفته وثمن كام ويشغل كام واحد في الاخر ممكن يطلع 100,000 جنيه. فانا شايف ان احنا لازم ناخد يعني حلول غير تقليديه، لان احنا في وضع صعب. وحتى لو الحكومه تكلفت، يعني انا شفت مثلا لما غلينا 50 قرش في السجاير جبنا 5 وشويه مليار، 50 قرش في بعض الانواع وجنيه وجنيه ونص في بعض الانواع، لكن قصدي ان 5 مليار جنيه ما هياش الرقم الكبير اللي موجود في الموازنه العامه للدوله. السجاير لكن علبة سجاير حكومية بالظبط، لكن انك توظف مليون شاب ده رقم كبير. وهتوظفهم فين؟ هوظفهم في موضوع انتاجي فممكن ينتج فممكن يشغل. يبقى انا النهارده يا فندم عندنا مشكله تانية، معلش ان انا بدخلك في مشاكل سياسيه ومحملك عبء الحكومه. انا مش خبير والله، انا مش خبير في الحاجات دي، انا بحملك عبء الحكومه، لكن انت عشان سعه صدرك فانا بدردش مع حضرتك في الكلام ده. النهارده لو انا بقول ان انا عندي عايز ادي حوافز لنوع النشاط وعايز اشغل ناس، يعني واحد هيروح يشتغل في مصنع وهيتدرب في هذا المصنع، وعايز ادي للراجل صاحب المصنع ده الحوافز زي ما حضرتك قلتها، فبدل ما ادفع له فلوس اشيل من عليه بعض الاعباء اللي هو ممكن يعوض بيها العامل، فبدل ما اديله ال 1500 جنيه يقدر يديله ال 2500 جنيه. صحيح. فهنا النهارده هل من الممكن ولا ده كل ده منتظر مجلس النواب؟ لا ما اعتقدش انه منتظر مجلس النواب، يعني هو يعني منتظر ان احنا نقتحم، يعني ما نخافش. وانا شخصيا ما بخافش، يعني في شغلي مش بخاف. وبحاول اخش في الموضوع واقول هيحصل ايه، يعني اخير هيحصل ايه، لكن خش وادفع واشتغل وخلي الناس تشتغل وفي الاخر لو انت جاد ومخلص فعلا هتلاقي ربنا بيوفق والدنيا بتشتغل كويس معاك حقيقي. وانا مش شايف ان احنا، يعني انا شايف دلوقتي ان احنا عندنا مصانع، بسمع كل يوم من الناس المصانع واقفه، المصانع مش لاقيه عمال. مش حاضر اسكت اكتر من كده حقيقي. صحيح يمكن تغيير النظم ربما تحتاج تشريعات جديده وقوانين جديده لكن لازم احنا في وقت دلوقتي، يعني كل يوم بيعدي علينا صعب. وانا شايف من وجهه نظري، انا قلت الكلام ده على فكره يعني على ترابيزه مجلس الوزراء وبتدرس، ان احنا لازم نخش ولازم ندفع ولازم نغير الطريقه شويه الى ان العجله تدور. هو اصعب حاجه انك تتحرك بالسكون، لكن اذا اتحركت العجله سنه بعد كده دفعها الى الامام سهل. صح. واحنا في المرحله ديت، في المرحله اللي احنا الناس لسه متردده يا ترى هنقدر نحصل ايه، هيحصل ايه في البلد، السنين الجايه شكلها ايه، فلازم انت يكون عندك زي ما اقول مبادره انك تعمل حاجه زي كده، لان دي مش مساله اقتصاديه، دي مساله سياسيه جدا، انك تشعر كل الناس اللي موجود ده ان احنا اتحطينا على اول الطريق وخلاص بنجري بقى. هي دي المهم جدا. وعشان كده انا شايف ان المبالغ مش هي المهمه، مش هي المهمة. لا مش مهمة، هي الفكره اللي عند الناس والاحساس اللي هيحس بيه الشباب، انت قد ايه قدرت تحل لي المشكله ديت. وانا معاك، لو واحد النهارده حس انه بيتامن عليه بمبلغ كويس هيفرق جدا، لكن صاحب العمل كمان مش هيقدر يدفع كل التامينات دي عشان اقدر انافس بتاع التوك توك اللي ما عندوش تامينات. بالظبط. وكمان لا، هو كمان الراجل صاحب العمل ما يقدرش يدفع كل ده لان منتجه هيبقى في الاخر غالي مش عارف يبيعه. ايوه. فانت محتاج حاجات مختلفه تقدر تعملها، بس لازم تعملها، ما عندكش حل تاني غير انك تعملها. طب بمناسبه الاقتحام او انتظار البرلمان، هسالك سؤال وخليه ده بيننا من بعض مش هنقول لحد. طيب. هي الحكومه عايزه فعلا يبقى في برلمان ولا الحكومه مش عايزه يبقى في برلمان؟ عايزه يبقى في برلمان امبارح ده قولا واحدا، يعني قولا واحدا. ولو شفت حضرتك يعني الحكومه بممثله في رئيسها بيشتغل ازاي وبيحاول ازاي يخلص الامور وبيحاول ازاي فعلا عن صدق وعن يعني اخلاص ان هو عايز يخلص فعلا، وعايز يعني اللجنه العليا للانتخابات في اسرع وقت تعلن ان المواعيد المقرره، وفعلا احنا كلنا عايزين البرلمان الجديد يجي. طيب يعني العداله الانتقاليه ايه اللي مخليها متكعبله في قانون الدوله؟ لا هي مش متكعبله، يعني هقول لحضرتك بمنتهى الامانه، وده مش هجوم على حد، انت بتحاول بقدر الامكان تحل او تعمل قانون
يتماشى مع كل المواد اللي موجودة في الدستور. فبتلاقي في بعض الأحيان وانت بتعمل القانون في مادة معينة الكلام ده يتناسب معها، لكن في نفس الوقت يمكن ربما يكون في شك في المادة التانية. هو انا لو عملت كده هبقى زي ما يقول لي مثلا مناسب وملائم، هو هي دي مناسب ولا دي ملائم؟ زي ما يقول لي مثلا ايه، طيب انت بتعمل قانون النهاردة انت عايز تساوي الناس كلها في الحقوق والواجبات زي ما الدستور بيقول، بس بتيجي تدي للمرأة في نفس الوقت تمييز في ان هي اذا غيرت الصفة الحزبية بتاعتها ممكن. فبتلاقي حاجات كتير جدا تتماشى في حتة وربما تكون في حتة فيها شك. موضوع الجاكيت والبنطلون وايه يعني يضرب فبتحاول. فانت النهارده لما تيجي تقول مثلا واحد يجي يقول لك ايه، طيب انت النهارده طلعت المتوسط الانتخابي 161,000 او 162,000 للنائب. طيب انا عشان اجي اقسم الدوائر دي 161,000 عشان اعمل حاجه دقيقه جدا لازم اعملهم 444 دايره، كل دايره بيمثلها نائب واحد، عدد السكان 161 او 162، عشان لما تخش بعد كده في المحكمه الدستوريه محدش يطعن فيها، ده هي متقسمه كل نائب بيمثل 161,000 واحد. حاليا جغرافيا ما تنفعش، لو جيت عملتها كمان على الارض هلاقي في الدايره الواحده ممكن اوصل في شارع بقى الشارع لغايه هنا ال 161,000 خلصوا، وابتدي بقى من البيت اللي جنبيه بقينا في دايره ثانيه. طب لما نيجي نجمع حته ونحط الحته دي كلها عشان ساكنه في منطقه شعبيه نحط فيها ثلاثه بيمثلوا دول او اثنين بيمثلوا دول، واحد يطعن يقول لك لا بس كده بقى خلي بالك الدايره اللي بيمثلها نائب واحد ده ليه صوت واحد بس في البرلمان، لكن الدايره دي ليه صوتين، دول ممكن يجي عليهم الدور مرتين يتكلموا. يعني مشكله في الدستور؟ هي مش مشكله في الدستور، هي مشكله ان احنا، وبرضه لازم نقول حاجه مهمه جدا، احنا كنا خارجين من تجربه من تجربتين صعبين. فكانك حطيت الدستور بما ان اللي موجود هم اللي نفسه حاجه في حاجه النظاميه، لا كل حاجه كنت خايف منها كان الناس اللي هتيجي دلوقتي هي الناس اللي كانت موجوده قبل كده على طول. وبالتالي كل حاجه تخاف منها، لا ما اعملش كذا، لا رئيس الجمهوريه ما يعملش حاجه، انا ادي دي لان في دماغ رئيس الجمهوريه السابق الاسبق يعني، فخايف جدا لحسن يعمل الطريقه اللي اتعملت في الوقت ده، فمش عايز ادي له اي صلاحيات فيه لحسن يقع في واحد زي اللي كنت واقع فيه قبل كده. القصه دي خلت الناس وهي بتشتغل محطوطه تحت مناخ عام، وده حقهم يعني، وكلنا كنا في هذا المناخ محطوطين تحت مناخ عام ان انا بحاول اطلع دستور ما اديش اي صلاحيات لحسن يجي واحد زي اللي كان موجود ده يبقى في ايده الدستور ده. فانا بقول لو جالنا واحد زي اللي كان موجود لا انا هخليه ما يقدرش يعمل حاجه فحط الكلام ده. خليت الكويس والوحش مش عارفين يتحركوا يعني، ما تصرفتش بما هو يقال عليه التلقائيه السياسيه اللي تخلي العلاقات ما بين المؤسسات المختلفه علاقات متوازنه. طب والحل يا فندم؟ الحل ان احنا نسرع الى حد ما لان البرلمان القادم هو اللي هيكون عنده اليه هذا التغيير. فاحنا لو وصلنا للبرلمان القادم هنبقى سلمنا الموضوع. الى ان يتم حله بسبب ان واحد راح رفع قضيه عدم دستوريه ماده موجوده في القانون احنا ما كناش واخدين بالنا منها في لفظ من الالفاظ، اللي لو رجعناه الى الدستور اللي احنا عملناه واحنا كلنا شكوك في بعضنا البعض فطلعناه في التوقيت ده. عشان كده بقول لك احيانا بتبقى بعض الامور اللي كانت موجوده قبل كده ربما تكون كانت في الصالح بس احنا مش واخدين بالنا منها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احيانا كنت تسيب في بعض الحتت كده تقدم حاجه تقعد كام سنه على ما تطلع نتيجه. كانت الناس شايفه ان دي حاجه صعبه قوي، لكن كان ليها اسبابها وكان ليها دورها في الاستقرار بشكل او باخر. لكن احنا لما جينا نتعامل هنا مادي لازم خمس ايام وتعمل تحجز الحكم وتعلن وخلال مده محدده تكون طلعت الحكم، خلال مده لا تزيد عن كام يوم تكون طعنت نظر واتعمل، الدنيا ما كانتش ماشيه بالشكل ده وكانت فيها حاله من الاستقرار اكتر. صحيح حصل فيها مشاكل، الاستقرار قلب بجمود لكن انت في الاخر عايز تحل المشكله بالنوعين، ان يبقى عندك استقرار لكن في نفس الوقت يبقى عندك حريه قوي وديمقراطيه قوي. فالموضوع صعب، وعلى فكره كل الدول اللي مرت بظروفنا خلال الاربع سنين او الاربع سنين ونص اللي فاتوا انا شايف ان هم لازم كانوا هيمروا في هذه المرحله الانتقاليه، لكن نحمد ربنا وانا بقول بمنتهى الامانه بدون اي مجامل حد ان ربنا رزقنا برئيس له هذه الشعبيه، لان احنا مستمدين دلوقتي كشعب الاستقرار اللي موجود حاليا بغض النظر عن الجماعات اللي عندنا شرعيه الرئيس وشعبيته. بغض النظر بقى نختلف على الحكومه او ما نختلفش على الحكومه او على وزراء معينين او مش وزراء معينين، لكن في استقرار لان رئيس الجمهوريه له رصيد عند الناس وقدم قبل ان يتولى الرئاسه قدم اوراق اعتماده للشعب المصري ايام ما كان رئيس او وزيرا للدفاع، فقدم اوراق اعتماده فهو مقبول شعبيا ومتوافق عليه شعبيا ورغم كل اللي بيحصل من مشكلات ديت، لكن الناس شايفه ان هناك رصيد موجود. احنا بنحاول وده اللي احنا المفروض نعمله ما ننتقص من هذا الرصيد الى ان نسلم ويكون عندنا برلمان جديد. طيب
الكلمة اللي بتتقال دائما الرئيس ماشي على سرعة 200 والحكومة ماشية على سرعة 20، تتفق مع هذه المقولة؟ لا، ما اتفقش مع هذه المقولة الحقيقة. اتفق مع ان الرئيس عنده رؤية وعنده طموح وعايز شايل مسؤولية كبيرة جدا، لكن احنا كمان بنحاول بقدر الامكان، بتحكمنا قوانين محددة وبتحكمنا وسائل محددة، واحنا كمان كلنا خارجين من ظروف صعبة وعندنا مشاهد كتيرة جدا، وزراء كتيرة جدا تعرضت للمحاكمات وتعرضت لصدور احكام ضدها، فاحنا برضو مش بسهولة، او مش كلنا يعني، في بعضنا قلقان جدا انه يتخذ بعض القرارات اللي هي القوانين ما بتسمحش بيها، او انك تقدر تشتغل بشكل معين بسرعة معينة ثم تيجي تلاقي نفسك بعد كده تعرضت لمصائب. انا سمعت يعني حد قال لي عن 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 عن, عن ان الرئيس قال لأحد الوزراء في يوم من الايام: يا سيادة الوزير، انت بتشخص لي المشكلة مش بتديني الحل، انتوا مالكم مش بتحلوا ليه؟ انتوا خايفين تدخلوا السجن، ما تدخلوا السجن، انا ما عنديش مانع ان انا ادخل السجن بس احل مشكلة بلدي. انا سمعت الموضوع ده بس مش عارف هو مين، ومش عارف يعني سمعت القصة دي، هبقى اقول لك بعد الهواء بحث. اوكي، لكن انا شخصيا ايام كان سيادة الرئيس موجود معنا في مجلس الوزراء كزميل، ايام كان وزيرا للدفاع، كان في مناقشات الجانبية حتى لما نتناقش معاه في حاجة كويس قوي، انت دي مشكلة لكن اديني بقى الحل يعني، او انت بتفكر في حل ازاي. فاحنا سهل جدا نقعد مع بعض ونتكلم، واحنا عندنا مشكله في المرور، عندنا مشكله في البطاله، عندنا مشكله في السلامه، ده سهل وعندنا وكذا وكذا وكذا، طب خش حل بقى، طب هتعمل ايه في الحل. الموضوع صحيح الرئيس عنده القدره وعنده الكاريزما ودي برضو، وعنده الشعبيه وعنده القبول، انه لو قال للناس يلا يا جماعه نعمل كذا الناس كلها هتيجي معاه، دي لا، دي ما تنطبقش على حد فينا كلنا في الحكومه. لكن في نفس الوقت برضو ان الرئيس من شجاعته، وما اعتقدش انه بعد الرئيس عمله في 30/6 و3/7 وبعد الظروف اللي مر بيها يبقى عنده اي مشكله في انه يتخذ قرار ويكون مسؤول عنه. بس احنا برضو يعني ابتدينا شويه دلوقتي نبقى عندنا هذه القوه، وانا بقول لحضرتك انا ما عنديش مشكله جدا وبمضي كل حاجه، صحيح بحاول بقدر الامكان تكون كل حاجه قانونيه وبديها كل حاجه للقوانين اللي موجوده، لكن ما عنديش اي مانع ان انا انتج واخلص ملاعب وابني واعمل بنيه اساسيه كويسه قوي، ولو جت في الاخر يعني هتسجن سنه ولا سنتين ولا ثلاثه، البلد تستاهل يعني. البلد تستاهل. طب بمناسبه نبني الملاعب والكلام ده كله، يعني عايز اروح بس عند ملف الرياضه كده شويه، موضوع قانون الرياضه، موضوع 8 سنين وبعدين لغيناهم وبعدين رجعناهم تاني، وبعدين قال لك ده اللي كان مقصود بيها مجلس اداره النادي الاهلي بس، فانتوا اول ما الدوله تخلصت من مجلس اداره النادي الاهلي والوزير زملكاوي فرحتوا مرجعين الموضوع. كويس. اولا مجلس اداره النادي الاهلي تم ايام ما كان في وزير اهلاوي، ولما كان في وزير اهلاوي كانت الثمان سنين دي مطبقه. وانا لما جيت وزير زملكاوي، لما جه كانت باب الترشيح في النادي الاهلي كان اعلن عن انتخاباته، مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن حسن حمدي اعلن عن ميعاد الجمعيه العموميه واتفتح باب الترشيح وتقدم المرشحون، وبقى في اثنين متنافسين اللي هم المهندس محمود طاهر والمهندس ابراهيم معلم. انا جيت في 1 مارس كان اتقفل باب الترشيح، ودول يعني فرسي الران هم دول اللي موجودين، فانا ما كانش لي اي دخل، وكان القانون المطبق في ذلك الوقت 8 سنين. لما انا جيت قابلت ان اللجنه الاولمبيه الدوليه بتقول لي حاجه واحده، عندك حل من اثنين، يا تلغي الانتخابات ديت يا هنوقف لك النشاط الرياضي. فكان عليا اخد حاجه من اثنين، الغي الانتخابات. اي انتخابات؟ الانتخابات اللي فات مفتوحه، الاهلي والزمالك والصيد وسبورتنج واليوبلس، كانت فتح باب الترشيح واتقفل، وكان في انديه فاضل لها 4-5 ايام على الانتخابات، زي نادي الشمس، نادي هوليليدو، نادي الترسانه، والزمالك والصيد كان فاضل له مثلا اسبوعين، ونادي الزمالك 3 اسابيع، كلهم كانوا في مارس. وفي ذلك الوقت الرئيس السابق المستشار عدلي منصور قال لي يوم 1 مارس، يوم ما ادينا اليمين الدستوريه امامه، قال لي انا عارف ان عندك مشكله وانا مش عارف تحلها ازاي. هل هتلغي الانتخابات ولا هتوقف لنا النشاط الرياضي؟ فقلت له والله هنفكر ونحل، لكن ربنا اكرمنا بدون ما يخش تفاصيل وعملنا الانتخابات وما وقفش النشاط الرياضي. وده بعد مجهود مبني مع اللجنه. من المفاوضات معاهم. من المفاوضات معاهم، لكن قالوا لي ماشي حاضر، احنا هنتقبل وضعك وهنتقبل الوضع اللي في مصر، واحنا عارفين وانت جيت بعد ما اتفتح باب الترشيح وبقت في مراكز قانونيه متاخده، ولو الناس دي رفعت قضايا عليك في الحكومه هتكسبها، وانت بصفتك مسؤول في الحكومه لو اترفع عليك قضيه وكسبوها ما تقدرش ما تنفذهاش، فاحنا مقدرين كل حاجه. اوكي، هنعمل اتفاق، هنخلص كل الانتخابات اللي موجوده، ولكن لن نجري انتخابات جديده في انديه الا بعد تعديل القانون. لان احنا اديناكم من 2008 فرص تعملوا قانون الرياضه، ادينا 18 شهر مهره ما عملتوش حاجه، ادينا 12 شهر ما عملتوش حاجه، ادينا 9 اشهر ما عملتوش حاجه، ادينا 6 اشهر ما عملتوش حاجه. فاحنا متاسفين بقى، دي اخر مهله،
وبقالنا 7 سنين بنجري او كان وقتها 6 سنين ومش هنقدر نعمل اي حاجه. فاحنا هنجري هذه الانتخابات لكن هنتوقف ونعمل قانون الرياضه. ولم يتفتحوا بق يعني الكلام 8 سنين ولا مش 8 سنين. انا من انصار الثمان سنين وشايف ان هي الاحسن في لمصر وانا مقتنع بالثمان سنين. ولكن انا قدمت مشروع قانون في الثمان سنين، لكن انا عالم ان ده لا يتطابق مع الميثاق الاولمبي. الناس تقول لك يعني ايه يتطابق؟ شو عم سألوه؟ اذا كان هم عندهم اللجنه الاولمبيه بتاعتهم 8 سنين ازاي ما تتطابقش؟ اللي بنحاول نوضحه للناس مره واثنين وثلاثه، هم ما عندهمش مانع تبقى 8 سنين 4 سنين سنتين سنه، بس مش اللي يحطها الوزير، يحطها المجتمع الرياضي، المجتمع اللي يحطها الجمعيه العموميه بتاعت النادي، الجمعيه العموميه بتاعت الاتحاد، انما الحكومه ما تقولش هم 8 سنين. فهم اللجنه الاولمبيه الدوليه ايوه عندهم ال 8 سنين، بس هم قعدوا مع بعض وقرروا ال 8 سنين بالنسبه لنفسهم اتحاد تاني زي اتحاد كره اليد اللي على راسه الدكتور حسن مصطفى ما عندوش 8 سنين. اتحاد زي بلاتر فيفا ما عندوش 8 سنين. اتحاد التنس 8 سنين. اتحاد التنس الدولي. فهم كل واحد يحدد، فهو بيقول ليش ما ينفعش 8 سنين. بيقول لك ما تتدخلش. انت ما تتدخلش، سيب اللي عايز يعمل 8 8، اللي عايز يعمل 4 4، اللي عايز يعمل 2 2، اللي عايز هو حر، بس ليه الحكومه اللي تضع؟ طب هتقول لي وانت يعني ما كنتش عارف الكلام ده؟ يعني انت وزير رياضه مش عارف الكلام ده؟ لا يا فندم انت مش عارف الكلام ده؟ عارف الكلام ده يا فندم، انا اللي قدمته ان انا بقول ايه؟ يا جماعه انا بقى عارف ان احنا كذا، بس احنا جايين من 40 سنه ماشيين بقانون سنه 75. بعد 40 سنه مش هحل مره واحده. ادوني استثناء في انتخابات 2016 ان انا امشي بنفس الكلام. انتخابات 2020 هنتركها للجمعيات العمريه. وخدت هذه الفكره من ايه؟ من الدستور المصري. الدستور المصري لما جه عمل انتخابات 2015 قال ايه؟ قال العمال والفلاحين المره القادمه فقط دوره واحده، دوره واحده هنديكوا فيها هذه التميز، ثم في المره اللي بعديها هتبقى مفتوحه ومفيش حاجه اسمها كده. وفعلا هم تقبلوا الفكره وقالوا طب نتناقش، ثم قعدوا يتناقشوا لقوا انه في دول كتير في العالم طلبت حاجات مشابهه واترفضت. وانا قابلت رئيس اللجنه الاولمبيه وشاف البتاع وشاف اللي انا طالبه وقال لي انا عارف انت حليت ازمات كتير قد ايه وانت طول السنه قاعد بتحل في ازمات السنه اللي انت موجود فيها، بس انا كل اللي بقوله لحضرتك ان انا لو عملت كده في دول اخرى رفضنا لها الحاجات مشابهه لكده، وضرب مثل بنيجيريا والهند والكويت. والكويت فيها نائب رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه الشيخ احمد الفهد، واحد من اقوى الشخصيات في اللجنه الاولمبيه الدوليه، لكن مع ذلك قانون الكويت طلع بالشكل ده. فالحقيقه لابد نفكر في بلان بي. بلان بي ان احنا كنا هنعدل الجمعيات العموميه ونرفع الوعي بتاعها لغايه سنه 2020 ونعدي 2016، بقت عندنا سنه واحده فقط لابد ان نرفع الوعي للجمعيات العموميه المختلفه خلال السنه اللي فاضله ديت بدل ال5 سنين اللي كانت فاضله. ترفع لهم الوعي ازاي؟ ارفع لهم الوعي ازاي؟ لا هقول لهم خدوا 8 سنين ولا ما تاخدوش 8 سنين. انما حددوا المده اللي انتوا عايزينها. حددوا اللي انتوا عايزينها، بس لازم نشارك ولازم نحسن الاختيار ولازم نفكر بقى الطريقه بتاعت زمان اللي هو الموجود في المكان في بعض الاماكن يعني زي مراكز الشباب يروح يدفع الفلوس بتاعت الناس عشان يبقى عضواتهم ساريه ويجيبهم يوم الانتخابات بس دفعت لكم الاشتراكات كلهم اتفضلوا خشوا وروحوا داخلين وهم ما بيروحوش اصلا، كل القصص ديت لابد ان تنتهي ولابد ان نقول للناس ان صوتك بقى مهم، بلاش نرجع زي زمان وما كناش حد فينا بيروح الانتخابات، كان 5% واقل و3% هم اللي بيروحوا يدلوا باصواتهم في انتخابات الرئاسه او في استفتاء الرئاسه او بيدلوا باصواتهم في انتخابات البرلمان. دلوقتي وصلنا ان احنا بنتكلم في 35% و40%، وده رقم يعتبر كبير جدا. انما كل الفكره اللي انا عايز اقولها بس ان بيكتب في الجرايد وفي بعض وسائل الاعلام اين هيبه الدوله واين سياده مصر وكيف سمحت وزاره الرياضه على هيبه مصر ايه وسياده الدوله ايه، يعني كلام كبير جدا ما ياثرش في سياده الدوله. احنا قعدنا 50 55 سنه نجري انتخابات رئاسه الجمهوريه بالاستفتاء الى ان الكلام ده خلاص ما بقاش ينفع، اللي كان ما يصلح سنه 56 و63 وما بقاش يصلح دلوقتي. لازم دلوقتي يبقى في تعدديه في الانتخابات والناس تدخل قصاد بعض وتختار واحد. احنا ما قلناش لا والله احنا موضوعنا استفتاء وهنمشي استفتاء عندنا بس، لاننا مش عايشين لوحدنا في الكوكب، احنا في ناس ثانيه عايشه معانا وشايفه بتبص للديمقراطيه بشكل مختلف. ادي كل فكره 8 سنين. طيب يعني مش عايز برضو اخوض لكن في الموضوع ده، لكن يعني انت ايه انطباع حضرتك عن نادي الزمالك ما زرته امبارح، ولا انت حضرتك شايفه من شباكك كل يوم؟ انا بشوفه كل يوم. انا بشوفه كل يوم. لازم نتفق على حاجه محدده، ان اللي تم في نادي الزمالك تم في وقت قياسي. واحنا ساعدنا في وزاره الشباب والرياضه، لكن نادي الزمالك كان بذل مجهود كبير جدا وكانوا بيشتغلوا على مدار ال 24 ساعه علشان يقدروا يحسنوا من الاماكن اللي موجوده فيها. نادي الزمالك عنده دلوقتي مجموعه ملاعب متميزه جدا ومشافها امبارح السيد رئيس الوزراء، واحنا كمان بنكمل بقيه الملاعب وشاف حمامات سباحه على اعلى مستوى. انا يهمني كحكومه ان البنيه الاساسيه اللي شفناها في نادي الزمالك ده مكرر في حتت كتيره. نادي الزمالك بذل مجهود كبير في وقت صغير 8 اشهر او 9 اشهر عمل فيهم. جابوا الفلوس منين؟
احنا دفعنا فلوس ساعدناهم مش كتير قوي برضو، وهم يعني احنا كل اللي كان مرصود لنادي الزمالك حوالي 12 مليون ما خدوش منهم لسه يمكن نصهم، لان احنا بندفع على اقساط، احنا ما بندفعش لنادي الزمالك ولا مليم في ايده عشان المقاولين. بعد ما بيخلص حاجه يجي مستخلص نسدده، لانه ممكن تدفع في ايده مع احترامي يروح الزمالك يروح يشتري اجوجو يشتري لعيب او اي حاجه، فاحنا ما بندفعش اجوجو انت فاكر اي حاجه. وده اللي عملناه مع النادي الاهلي في مبنى السكواش الكبير بتاعه او سواء في الفرع الجديد في الشيخ زايد. لكن انا بقول ان هذه البنيه الاساسيه اللي احنا بنعملها في الاهلي او في الزمالك او في المصري او في الاسماعيلي او في اي نادي، دي بتطلع شباب عدد كبير جدا. انا امبارح لما كنا هناك مع السيد رئيس الوزراء وهو راح بنفسه الملاعب وشاف حجم او عدد الاطفال اللي بتمارس رياضه في هذه الملاعب، كان شيء مفرح جدا انك تشوف عدد كبير جدا، مستوى الاضاءه رائع، الارضيات رائعه جدا، الشبكه، كل ده بيطلع لك اجيال. انا من وجهه نظري بتفرق جدا لما تحس ان الدوله عامله لك الحاجات الكويسه دي، بتلعب على ملعب كويس قوي، اضاءه كويسه جدا، شبك مكان كويس. انا اعتقد ده بيفرق جدا في نفسيه الشباب واحساسهم بالبلد بعد كده. هو صحيح ان مجلس الوزراء معظمه زملكاويه؟ لا خالص، مش، لا انا مش ما عملتش الاحصائيه، لا يعني ما بصيتش، بس معظمهم اهلاويه، لا يعني مش معظم اهلاويه او حاجه تانية يعني. لا طيب. مش يعني هقول لحضرتك بعض الرسائل كده سريعا قبل ما نروح للفاصل. فضل فتحي: مساء الخير سياده الوزير المحترم، بنشكر سيادتك على ما تحقق في مركز شباب بشالوش من اناره وتنجيل وطفره تحتيه في الملاعب، لكن نريد التوسع اكثر للاتصال مع الشباب من خلال الندوات الثقافيه والدينيه ضمن مخطط الوزاره. صحيح، عنده حق، احنا فعلا بنعمل كده. بشالوش من الاماكن الكويسه، بشالوش يعني في منطقه كده في هناك في الدهليه، بشالوش، اتميده، سنتمي، كل المنطقه ديت قليله. انا حتى انا كنت مستغرب قوي الاسماء، اسماء فرنساوي قليله، سنتمي، اتميده، بشالوش. فدي عملنا فيها مجموعه ملاعب كويسه جدا وفيها اضاءه على اعلى مستوى كل حاجه. لكن هو عنده حق، احنا طبعا مش قادرين نوصل بالندوات الثقافيه او الدينيه او التعليميه الى كل مركز شباب. احنا عندنا حاجه اسمها مركز التعليم المدني، ده بتبقى حاجه مركزيه داخل كل محافظه، هي دي اللي بنقيم فيها الندوات، لان صعب قوي تعمل 4000 وشويه ندوه او تبعت 4000 حد. ففي كل منطقه مجمعه كده بنحاول، عندنا مركز تعليم مدني بنحاول نجمع فيه مجموعات من مراكز الشباب مع بعض. محمد الغمراوي بيقول: هي الوزاره ليها نشاط في مكافحه الادمان ومعالجته، ولو فيه مش ظاهر ليه زي جميع انشطه الوزاره اللي بنسمع بيها؟ الحقيقه هو في صندوق اسمه صندوق مكافحه الادمان والتعاطي، وده تبع وزاره التضامن الاجتماعي، واحنا بنساعد بقدر الامكان في شغل الصندوق، احنا مش متولين القضيه. لكن اخيرا يعني الحقيقه هو في استراتيجيه لمكافحه الادمان والتعاطي، واخيرا تم تشكيل لجنه برئاسه الدكتوره غاده والي وزير التضامن الاجتماعي، واتحطت هذه يعني هذا الموضوع ضمن اولويات الحكومه دلوقتي، وهي كانت محطوطه قبل كده بس ربما ما يكونش الموضوع ماشي بشكل كبير قوي. لكن انا اوعد يعني الاستاذ اللي بعت ده انه هيشوف تعامل بشكل كبير جدا مع هذا الملف بدايه من اول الصيف الجاي ده ان شاء الله. ان شاء الله. محمد عنتر يونس: اين دور وزاره الشباب في اقامه مجلس نواب للشباب لتدريب وتاهيل الشباب على الترشح وصقل خبراته باللجان وطبيعه عملها؟ لا الحقيقه احنا عندنا برلمان للطلاق، وعندنا برلمان للكبار، وعندنا محاكمه على البرلمان، وعندنا مجلس بقى فيه تدريبات كبيره جدا، وعندنا تدريبات الشباب لخوض انتخابات المحليات القادمه. لكن برضه اقول بامانه احنا عدد شبابنا في مصر في السن ده اللي ممكن يتكلم في حاجه زي دي، بنتكلم فوق ال 40 مليون لغايه 50 مليون، عشان تقدر تتواصل معاهم عمليه صعبه جدا. وانت مهما كان في الاخر انا حسبتها مره كم شاب بنتعامل معاهم في الشهر، بيتراوح من 20 الى 30 الف، اللي هي الدايركت كونتاكت او الاتصال المباشر، يعني من 20 الى 30 الف في الشهر. فصعب جدا تقدر تغطي كل، لابد ان احنا يكون عندنا وسائل مختلفه، ان المؤسسات المجتمع المدني تشتغل معانا، الانديه تشتغل معانا، مراكز الشباب تشتغل معانا، المدارس بس ما يبقاش قصدي يعني ان الشغل مركزي، يعني الوزاره نفسها هي اللي تقيم بكل حاجه، ده موضوع صعب. لكن ان شاء الله بتفعيل دور بقى الجمعيات العموميه يقدروا يوصلوا ده. لكن هو عنده حق جدا ان احنا فعلا مش قادرين نتواصل مع كل الشباب. عبد الرحمن الطنطاوي: الى السيد وزير الشباب، مجهودك رائع لا ينكره احد، اتمنى ان يتم التنسيق بين المدارس ومراكز الشباب لاظهار المواهب الفنيه والشعريه وخاصه المسرح، فنحن هنا في القرى والعزب في حاجه لتلك المسابقات في الصيف، وركزوا في القرى او الريف شويه حيث ان مراكز الشباب تركز على النشاط الرياضي. اشكركم وتحيا مصر. عايز اقول له ان اللي هو قاله ده بالظبط هو اللي بيحصل، وعايز اقول له بشكرك على اسلوبك المحترم جدا وطريقه عرضك للمشكله الرائعه جدا. ايوه
احنا فعلا تركيزنا حتى الان في مراكز الشباب او ده الدرجه الاولى ان هو في نشاط رياضي. لكن انا كنت احساسي يا اسامه بيه وانا عارف ان الحته دي انه ربما تكون ان الملعب الجيد والاضاءه الجيده في مركز الشباب كما ده يكون عنصر الجذب اللي يخلي الشباب يرجع تاني لمركز الشباب ويبتدي يبقى في حركه على مركز الشباب لانه كانت هجرت معظم مراكز الشباب ثم تقدر يعني تشتغل بعد كده مع الشباب ده شغل ثقافي او مسرحي. احنا بنشتغل حقيقه مع طلبه الجامعات وصلنا لك وبيتكلم عن المدارس لا لسه ما دخلناش في المدارس الحته ديت لكن احنا كنا عاملين امبارح مسابقه ابداع اول امبارح في جامعه القاهره وكل الناس اشادت بيه احنا بنشتغل تالت دوره مش كده تالت دوره والحقيقه عاملينها على مستوى الجامعات وبنبذل فيها مجهود كبير جدا وبتشوف فيها مواهب كبيره جدا. لكن احنا كمان يعني ان شاء الله الصيف ده مع وزاره الثقافه في معمول مبادره من وزاره الثقافه اسمها صيف ولادنا بتتكلم فيه على السن اللي بيتكلم عليه الشاب الصغير ده ان هو يبتدي فيه نشاط للمسرح. لكن انا معاك جدا لسه الشغل الفني محتاجين فيه نبذل مجهود اكتر من كده كتير جدا. مع الوزير هنروح لفاصل ونرجع نستكمل هذا الحديث الهام مع حضرتك. بستاذنكم للذهاب لفاصل قصير ونعود لنستكمل مع معالي وزير الشباب والرياضه المهندس خالد عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى أرحب بمعالي وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا سيدي. برضو سريعا كده بعض الرسائل. نور عربي أرجوك ما تنساش النهارده تركز على بنك ناصر المفروض يبقى اجتماعي زي ما بيقولوا. البنك ده المفروض بيدي قروض للشباب لعمل مشاريع صغيرة. صدقني كل شاب بيروح لهم بيخرج يلعن اليوم اللي فكر يعمل فيه مشروع وده بسبب الشروط التعجيزية أو بسبب الروتين أو المحسوبية. يعني من الآخر البنك بيخدم اصحاب النفوذ مش اصحاب الطموح. الحقيقه هو مش تبعنا خالص لكن لا اعتقد ان الكلام ده دقيق. مش تبعنا كوزاره شباب ولا مش تبعنا كدوله؟ لا مش تبعنا كوزاره شباب يعني لكن هو تبع وزاره التضامن الاجتماعي. لكن انا كل معلوماتي واللي بسمعه اولا ان وزير التضامن الاجتماعي كانت رئيس الصندوق الاجتماعي للتنميه وهي عن يعني كل كان الشغل مع الشباب وقروض للشباب. فانا اعتقد انها لما تبقى تتولى دلوقتي رئاسه مجلس اداره بنك ناصر اكيد هي عندها الحلول للشباب ده. وانا شخصيا ما جاليش اي حد من الشباب بيشتكي من يعني كان في شكاوى بتيجي من الصندوق زمان لكن دلوقتي ما جاليش حد بيشتكي ابدا من بنك ناصر. طيب خلينا ان انا استاذ نور ان احنا هنتواصل مع معالي الوزيره في هذا الموضوع. عايده بركات لا تستطيع وزاره واحده حل مشاكل الشباب يجب تضافر كل الوزارات والتنسيق بينها لمساعده الشباب واهمها التربيه والتعليم التعليم الفني الشباب الصناعه الزراعه وباقي الوزارات لحلم الشباب بمدارس تسمى رجال اعمال ولا تسمى التعليم الفني تقوم على كل انواع التكنولوجيا الحديثه العالميه. هنا نقطه طبعا مهمه قوي نقطه المفهوم الثقافي للعمل الفني. طبعا احنا دمرنا الفكره دي في الستين سنه اللي فاتوا او اقل شويه لان كان في افلام حسن يوسف والحاجات دي كانت تطلع كانت يعني برضو بتدي طلع المهندس بيشتغل بايده يعني صحيح. فالنهارده عوده الثقافه لو قعدنا استنينا الدراما انها تعمل الدراما مش هتعمل. فالمطلوب النهارده يمكن يكون تغيير مسميات تغيير مفاهيم اعطاء ميزه اكبر للي هيشتغل بايده. الكليات النظريه ما تبقاش خريجيها ليهم الوضع الاجتماعي زي اللي خريج حاجه يعني وكان نبي الله داوود ياكل من عمل يديه. ما عندناش حل الا ان احنا نلجا الى التعليم الفني وان يكون عندنا ثقافه العمل اليدوي مهم جدا. احنا بلد نحتاج انتاج كتير جدا في جميع المجالات. عددنا فوق الحاجه و90 مليون دلوقتي وظروفنا الاقتصاديه صعبه ومش هيحل الظروف الاقتصاديه الصعبه ديت الا مزيد من العمل والانتاج. طول ما احنا بندور على ان احنا يبقى عندنا شغل اداري مع احترامنا للشغل الاداري محتاجين نسبه قليله جدا منه لكن النسبه الاكبر تكون الانتاج الصناعي والزراعي. فلازم كل زي ما حضرتك تقول كده كل اجهزه الدوله الثقافيه والعلميه والفنيه والادبيه كمان وكل حاجه والاعلاميه والاعلام عليه دور كبير جدا. بس هي نرفع الاول القيمه بتاعت النهارده. النهارده يقول لك كليات القمه هي طب والهندسه وبقت النهارده الالسن من كليات القمه وبقت السياسه واقتصاد من كليات القمه. فطبعا مع كل الاحترام لكل الناس اللي في هذا المجال لكن ما بنجيش نقول ان مثلا كليه التكنولوجيا او كليه التدريب اللي مش عارف عامل ازاي او حتى كليات الهندسه ما بقتش تدي يعني حاجه تتعمل بالايد. انا وجهه نظري ان اللي بيحكم ويقول مين كليات القمه
مش المجتمع، الظروف العمليه. بمعنى انا طول عمري وتقرا على التاريخ المصري قبل ثوره 52 تشعر ان اهم ثلاث كليات في مصر في ذلك الوقت كليه الحربيه، كليه الحقوق، كليه الزراعه. دول اهم ثلاثه، وكليه الحقوق دي يتخرج منها كل وزراء مصر، وكليه الزراعه كذلك، لانه كان في هذا الوقت اما عندنا برلمان، عندنا احزاب، عندنا حياه سياسيه قويه جدا، وبالتالي ان كليه الحقوق اللي بيتخرج منها ممكن يبقى عضو برلمان، عضو مجلس شيوخ في احزاب. وكليه الزراعه لان كانت الزراعيه ومساحات زراعيه كبيره بالاف الافدنه ممكن والكليه الحربيه طبعا لان طول عمر القوات المسلحه بالنسبه للشعب المصري مهمه. اختلفت الدنيا بعد كده لما بدأنا في موضوع التصنيع والسد العالي، وربما كليات الهندسة والطب ابتدت تعلى. الهندسة كانت في فترة أعلى من الطب، ثم بقت الطب أعلى الهندسة، ودي ظروف اللي كانت موجودة في الوقت ده. بعدها بشوية دلوقتي في الآخر 10-15 سنة بنسمع أن كلية الحقوق رجعت تاني، بس تكون باللغات، نتيجة بقت في فروع شركات أجنبية بتيجي وفي عقود بتتم باللغات المختلفة، فتلاقي حقوق سياسة واقتصاد بدأت تعلى جدا في المنطقة دي. أنا بقول تاني، لو رجعنا بثقافة العمل اليدوي وبقى عندنا العمالة بشكل أو آخر تقدر تنتج وبقت بتجيب فلوس كتير، وبقى ممكن العامل يفتح بيت ويبقى عنده كل وسائل وضعه الاجتماعي، ما يبقاش يتقال انت اصلا خريج معهد كذا فانت ما تتجوزش بنتي، وانت خريج ايه فتتجوز بنتي. ما للاسف الشديد هي دي الثقافه اللي يمكن حصلت الفتره اللي بعد الانفتاح في 73 و74، ما كانتش موجوده الكلام ده في الايدي الناعمه والافلام اللي كانت موجوده قبل كده. لكن انا بقول ان احنا دلوقتي في المرحله اللي دايما بعد الثورات بيكون في تغيير في الفكر الانساني والاجتماعي، ولابد ان يكون يعني المفروض الاربع سنين اللي مرت بيهم مصر هنا تنتج اعلى قيم فنيه واعلى اعمال فنيه المفروض تنتج في الوقت ده. حقيقي. من الموسيقى والادب والقصص والمسرح وكل ده بعد كل اللي حصل في البلد في الفتره اللي فاتت دي. وانا اعتقد ان الامور هتتغير شويه، بس يمكن هنحتاج عده سنوات. فانا بقول المجتمع لازم يساعد، لان احنا دخل علينا عامل جديد جدا الناس مش حاسه بيه. الناس دايما بتتكلم على ان فين المسرح بتاعنا وفين السينما وفين كل ده، كويس قوي، لكن كل ما كان في وقت مسرح قوي جدا وكان في سينما قويه جدا وكان في موسيقى قويه جدا ما كانش في اعلام قوي. ما كانش عندنا المؤسسات الاعلاميه اللي موجوده دلوقتي، ولا القنوات الفضائيه، ولا الانترنت، ولا القصه دي كلها. النهارده بقت، كان زمان هذا ما يشكل الوجدان، النهارده اللي بيشكل الوجدان ربما بعض الاطراف الاخرى، ولابد ان احنا نستخدم هذه الاطراف في تشكيل الوجدان. النهارده كل شاب ماسك في ايده جهاز صغير يوصل له الخبر بعد دقائق، بيقدر يشوف العالم كله على الجهاز ده، بيقدر يتابع حتى المباريات، بيشوف شكل المسابقات في العالم، شكل الملعب شكله ايه، شكل المسرح شكله ايه، فبالتالي التاثير عليه من القنوات الاخرى اصبح ضئيل. فلابد ان هذا الجهاز المؤثر اللي موجود في ايده، سواء ايباد ولا تليفون ولا حتى على الشاشه، هو ده التاثير الاساسي. احنا لا نستخدم هذه الامور او لا نستخدم هذه الوسائل في التحكم في وجدان الشباب او التاثير في وجدان الشباب. احنا بعيد كل البعد عن كده، والدوله قاعده مش قادره تخش وتنافس في القصه ديت، لا في الاعلام ولا في الوسائل التكنولوجيه ولا في وسائل التواصل الاجتماعي. فكاننا رجعنا دور الدوله تراجع جدا، واصبح الشخص اللي قدامنا او الشاب اللي قدامنا ده يؤثر عليه جهات اخرى مش احنا اللي بنتحكم فيها. فاصبحنا قدام عشان جهة. الادوات مش بتحكم فيها. كان زمان الادوات انا بتحكم فيها، بتحكم في التلفزيون معايا قناه او اتنين بتحكم فيهم، المسرح، السينما، كل ده متراقب، حتى الكتب اللي بيقراها الاولاد اللي على صوره. مش بس متراقب، هو كان بيتم تمويله ايضا، بيتم تمويله، بيتم مراقبته. حتى الشباب كان يقول لك بيروح منظمه الشباب وبنجمعهم وبيتكلموا، لانه ما كانش عنده حته تانية ممكن يسمع فيها حاجه عن السياسه. لو عايز اتكلم في السياسه هي دي الحته الوحيده اللي رحت فيها. لا تقدر تتكلم في السياسه في الشارع ولا في القهوه ولا في البيت ولا قدام التلفزيون تسمع حاجه، هي دي المكان اللي بتروح فيه عشان تعبر عن شعورك السياسي او اتجاهاتك السياسيه. النهارده بقتش الدنيا مختلفه، احنا مش هنقدر نرجع بالزمن كده، لكن لابد ان احنا نستخدم الوسائل التكنولوجيه الحديثه ونضع فيها بصمه الدوله وبصمه الوجدان المصري والفكر المصري للتاثير على الشباب، بحيث ان هو يرجع تاني لمصاف الدوله. هاخد من حضرتك تلغرافات سريعه كده على بعض النقاط اللي بيقولها مشاهدينا. احمد عمران: راي ان يكون هناك تخصيص اراضي زراعيه لكل شاب او مبلغ مالي يسدد بدون فوائد على فتره كبيره حتى يتمكن من عمل مشروع. في فكره بتقول ولابد ندرسها ونحترمها، انك حكايه انك تدي 3-4 فدان لكل شاب ده مش هو ده احسن حاجه يزرعها. تقسيم الارض الزراعيه تفتتها الى حاجات صغيره دي مش حاجه كويسه.
هو الأحسن أنك تستمر في زراعة مساحات كبيرة جدا، ويكون هناك نوع من التعاون أو الجمعيات التعاونية مع الشباب ده، بحيث أن الشباب ده ما يكونش بيمتلك كده، لكن كله بيشتغل بشكل مشترك جوه منظومة كبيرة الأرض، لكن ما تقسمش الأرض، ده يزرع كذا وده يزرع كذا وده يبني عليها بيت وده يبني كذا، وبعد كده الأرض دي بعد كده إنتاجها ما بيبقاش بالشكل الملائم. فأنا شايف أن احنا محتاجين شكل آخر، التنمية الزراعية مهمة جدا بس شكل آخر، غير أنك تدي كل شاب 3 فدان أو 4 فدان يبني عليها. احمد سويد، عايزين نعرف وزارة الشباب بتتعامل مع الشباب ازاي، مين هم الشباب دول وبتختاروهم ازاي وباي مقياس؟ هو سؤال كبير يعني، كيف تتعامل وزارة الشباب مع الشباب؟ لا خلينا بتختاروهم ازاي. طيب هقول ان احنا بنختار ناس نوديهم رحلات، هفترض ذلك وده ما بيحصلش لكن هنفترض ذلك. طيب احنا عاملين حاجه اسمها دوري مثلا مراكز الشباب. دوري مراكز الشباب ده مشترك فيه اكتر من 15-16 ألف شاب، ومن على جميع مراكز الشباب الموجوده في مصر. مش معقول هنختار ال 15 ألف شاب ونقول لكل مركز شباب شكل الفرقه بتاعتك، احنا اللي هنختار تشكيل الفرقه. حد هيقول لي ايه بس انا ما بلعبش كوره، وانت يعني كل حاجه علاقتك كوره؟ ماليش في الكوره. طيب احنا اتعملنا في مسابقه ابداع مع 42 او 43 جامعه ومعهد عالي، بنقول يا جماعه اي حد عنده بيكتب قصه قصيره، بيعزف على آل، بيغني، بيرسم. الجامعات جابت لنا افضل الناس اللي عندها، وعملوا منافسات على مدار 7 أشهر لغايه ما خلصنا. ده برضو الجامعات هي اللي بتختار عشان تقدر تحط لنا هنا. لما بنروح لقوافل تعليميه او قوافل دينيه او قوافل طبيه او قوافل ثقافيه، احنا ما بنختارش الشباب اللي موجود، احنا بنروح للمكان والشباب هو اللي بيبقى موجود. انا عليا وانا متاكد من كده انك تستطيع انك تجيب حد نجم، لان الشباب دلوقتي عايز نجوم يتكلم معاه. والفارق الوحيد انه من يسمعه في التلفزيون، انا بشوف الاستاذ اسامه كمال في التلفزيون، بس انا عايز اشوفه في الندوه عشان انا عايز اقول له حاجه. فلازم تبقى بشكل تفاعلي. نعم. انا بشوف كل النجوم في التلفزيون وبسمع رايهم، بس انا نفسي اخرج اقول لاصحابي انا وقفت واتكلمت مع فلان وقلت له انا رايي كذا، وعبر. في دور مجتمعي بقى، دور مجتمعي، ويظهر ويقف ويتصور ويتكلم ويعمل ده بشكل او باخر. لكن كل اللي باكد لحضرتك، احنا عندنا موقع للوزاره، والموقع ده بيتلقى اسماء كتير بس يمكن الناس مش بتدخل عليه. بنعلن رحلاتنا وبنعلن ندواتنا، وارجو ان كل حد يدخل على الموقع ويقدر يخش يطلب اللي عايزه. خالد حمدي، السيد وزير الرياضه، ارجو ارسال لجنه للتفتيش على نادي مدينه نصر، ملعب كره القدم متهالك وحديقه الاطفال خطر عليهم صحيا. حاضر، ما اقدرش اقول اكتر من حاجه، انما اعتقد ان هو هناك في مجلس اداره، والمجلس اداره احنا يعني المفروض يتابع الحاجات ديت، والمفروض يكون بيصلح الحاجات ديت، والمفروض يكون في جمعيه عموميه في نادي مدينه نصر. وده اللي بنقول عايزين نرفع الدور بقى، لما الجمعيه العموميه تجد ان مجلس اداره نادي مدينه نصر مش عامل الخدمات المظبوطه في الاجتماع القادم بتاع الجمعيه العموميه، ما يعتمدوش الميزانيه او يسحبوا الثقه من اي مجلس، ما اتكلمش عن المجلس ده بس، من اي مجلس اخر يكون ما بيأديش. انما مش عايزين نوصل، وده برده ما فيش دوله هتنهض بان انا كل ما عاوز حاجه ارفع اقول الحكومه لازم تعمل لي ملعب، الحكومه ما جابتش كذا. اذا انا في مكان بيقوده مجلس اداره منتخب، يبقى لازم اكون عارف وبقول لمجلس اداره ده اذا لم تحسن الاصوات اللي خدتها دي المره الجايه مش هتكون موجوده، عشان تهوك مره ثانيه. طارق الشريف، اين فريق هوكي الشرقيه ابطال من وزاره الشباب، ولا الهوكي مش تابع للوزاره؟ ليه يا فندم، احنا دافعين لهوكي الشرقيه بس، وهم يمكن سامعيني، اكتر من 1,000,000 جنيه دعم ليهم خلال سنه، واحنا اللي دفعنا كل الفلوس عشان يسافروا في زيمبابوي ويلعبوا في البطوله وكسبوا البطوله، وكل كان بدعم من وزاره الشباب. يبقى بس الاعلام ما بقاش ينشر اخبارهم زي ما كان بينشرها زمان، وبينشر بسيط. لكن عايز اقول لحضرتك حاجه، وده برضو بنتكلم فيه، وانا لا الوم الاعلام، انا عايز اقول لشبابنا وعايز اقول لفرقنا، الاعلام بينشر ما يهم المجتمع، وعلشان تفرض نفسك على الاعلام لابد انك تنجز انجازات تجعل المجتمع يبص لها، عشان الاعلام بينشر ما يهم المجتمع. الاعلام مش هينشر لك الا اذا كان حاسس ان في هناك فئه كبيره بتعمل كده. انا بحاول اساعد في بعض الالعاب، بروح الفروسيه وبروح تنس الطاوله وبروح الالعاب اللي بتعتبر انها ملهاش جمهور كبير، مظلومه، لكن ربما وجودي هيخلي برضو بعض الاهتمام شويه، من زاويه الاهتمام شويه، لكن علشان يعني زي ما بقول كده يعني من يغتدي للنصر ينتزع النصر. انت مش هتقعد وتقول ما حدش بيكتب عني حاجه، لا، انزل والعب وشارك وحاول لغايه ما يبقى عندك فريق كره اليد مثلا، ما حجم ما كتب عنه في اثناء تواجده في كاس العالم اللي كانت موجوده في الدوحه، لاول مره ل 10 ايام متتاليه الصفحات الاولى من الجرائد القوميه الثلث الاخير بتاعها بيتكلم عن منتخب كره اليد، لدرجه ان في الاخر الناس بقت عارفه اسم الحارس المرمى واسم اللعيب وده ما لعبش ليه، ده زي ما حصل قبل كده في فتره لما كان بياخد بطولات. انت الذي تستطيع ان تفرض عليك الاعلام. حسام، الوزير المحترم خالد، كل التقدير لواقعيتك الواضحه،
تقول ايه لشاب صغير عمره 16 سنه بيتفرج عليك دلوقتي وبيحاول يلاقي طريقه؟ والله اقول له انت لو 16 سنه اتوقع ان هو يكون في المرحله الثانويه، واتوقع واقول له فخش ذاكر يا ابني وافرت. لا لازم مش بس يذاكر، لكن لازم يكون عنده يعني يهتم بالجوانب الثقافيه ويهتم بالجوانب الرياضيه، ويتاكد ان في يوم من الايام، انا كان لما كنت عندي 16 سنه متجايز ما كنتش بفكر قوي، بقرا الجرايد واشوف السياسه وبحب الزعيم الفلاني وبحب رئيس الوزاره الفلاني، لكن كان عندي حاجه مهمه جدا، التركيز في المذاكره، وفي نفس الوقت كنت بلعب كويس وبحب وبرتب ماتشاتي وبرتب اللعب بتاعي، لانه شيء مهم جدا انك تمارس الرياضه. وكنت بسمع موسيقى وانا من عشاق الفن المصري، يعني عبد الحليم وام كلثوم وفريد الاطرش وعبد الوهاب، وبسمع كل حاجه واتفرج على افلام وسينما، ويعني بعتز بالجوانب ديت. السن 16 سنه ده سن رائع مش هيتعوض، استمتع فيه كل حياتك، وهيجي الوقت اللي هتشيل فيه مسؤوليه وهتقول فين يوم من الايام ما كان عندي 16 سنه. احمد رفعت، مركز شباب الجزيره، اضواء الملاعب المبهره مضاءه من المغرب وحتى الظهر مع عدم وجود اي انشطه في ملاعب ترشيد. اضيف بقى انا لاحمد، لا اخبار عايز اقول بس اخبار مركز شباب الجزيره ايه؟ انا بقول لاحمد ان اول يوم توصل فيه الكهرباء الجديده لمركز شباب الجزيره كان اول امبارح. فهذه المقوله مبالغ فيها. شافها امبارح بقى؟ شافها امبارح. اللي انا بقوله لاحمد، احنا معدنا يوم 30، فاحنا بنفتح الاضواء من الساعه 5:30 6 عشان بنشتغل 24 ساعه في اليوم، فالاضواء دي شغاله لان في ناس شغاله بالليل لغايه الصبح. لان احنا هنفتح ان شاء الله يوم 30، ووعدنا الناس ان احنا هنخلص يوم 30 واحنا في ميعادنا. على فكره مركز شباب الجزيره كان المفروض يستغرق 18 شهر. وفي ذلك الوقت كان الرئيس عبد الفتاح السيسي كان وزيرا للدفاع. وعرض الماكيت بتاع مركز شباب الجزيره في شهر 3 سنة 2014، وقلنا ده الفكرة المبدئية. فسيد الرئيس سألني وقال لي هيخلص في قد ايه؟ قلت له 18 شهر. قال ليه 18 شهر؟ كتير. هو من يميها بيعمل كان لسه وزير دفاع الرئيس، ما كفاية 12 شهر، احنا عملنا حاجات في القوات المسلحة اكتر من كده وخلصناها في مدة. لا انا شايف ان 12 شهر كفاية. وخصوصا مين اللي بينفذ؟ هي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، هي اللي بتنفذ المشروع. فهو اول ما سال وعرف ان الهيئه الهندسيه هي اللي هتنفذ هذا المشروع، فقال لا 12 شهر. فخدنا قرار انها تبقى 12 شهر لان الهيئه الهندسيه ما تقدرش ترجع كلمه وزير الدفاع. ف 12 شهر هنخلص 12. بدانا بعد ما رجعنا التصميمات وكليه الهندسه جامعه القاهره هي اللي استشاري بتاع المشروع، بدانا في 1/5/2014، والمفروض نخلص 30/4/2015. واحنا ان شاء الله يوم 30/4 مش هيكون عندنا عامل موجود، لكن خلينا نبص على الجانب الايجابي بقى. هذا المركز من فضل الله هيكون واحد من اروع مراكز الشباب اللي موجود في العالم، لان من وجهه نظري في كل الرياضه، في الثقافه، في الفن، في الادب، في بس اعضاء نادي الجزيره كانوا زعلانين منه جدا، وكانوا عندهم شكاوى كتير جدا من هذا المركز، وان انتوا بتبنوا مباني خرسانيه في هذا المكان، وان بتضيعوا المساحات الخضراء اللي موجوده جواه. طيب انا بقول لاعضاء مجلس اداره اعضاء نادي الجزيره، نحن لم نبني مبنى واحد في مركز شباب الجزيرة واحد. احنا طورنا المباني الموجودة اللي كانت موجودة من 50 سنة، واستخدمنا جسم كوبري 6 اكتوبر اللي بيقسم المركز بيعدي فوقيه، وعملنا كل الصالات المغطاة بتاعتنا تحت جسم الكوبري. وده كان تصميم عاملاه كلية الهندسة جامعة القاهرة، وتراجع في حتت كتيرة جدا. وانا بقول لحضرتك يمكن هذه المقولة بقالها فترة، انا يوميا وبدون مبالغه بتلقى عشرات المكالمات وعشرات الرسائل من اعضاء نادي الجزيره، وبيقولوا احنا بقى عندنا حاجه رائعه، يا ترى هتسمعوا لنا باستخدامها ولا لا. وانا بقول مركز شباب الجزيره مفتوح لكل اعضاء نادي الجزيره بدون اي اشتراك، حتى مجرد انه يظهر كارنيه نادي الجزيره ده معناها انه يخش مركز شباب الجزيره. طب ده نادي الجزيرة، سماح منصور بتقول لي لقاء مهم مع سيادة الوزير ولم تسأله سؤال واحد عن الصعيد. الصعيد، اخبار الصعيد ايه؟ هقول لحضرتك، احنا طبعا يعني بنسمع عن الصعيد وبنسمع عن ان الناس بتقول ان احنا دايما مهتمين بالقاهرة اكتر من الصعيد. انا بأكد للمدموزيل ان احنا اكتر ملاعب عملناها في الصعيد، التقارير اللي احنا بعتناها للسيد رئيس الجمهوريه والسيد رئيس مجلس الوزراء، عدد الملاعب اللي اتعملت في محافظات الصعيد اكثر كثيرا من اللي اتعملت في المحافظات الاخرى. دي اول حاجه. احنا هنسلم السيد الرئيس والسيد رئيس الحكومه وهيجي النسخه لحضرتك ب 40 حمام سباحه جديد في منطقه الصعيد، هيخلص منهم 30 يمكن على 15 مايو الجاي ده، يعني فاضل لنا يمكن 3 4 اسابيع،
والعشرة الأخيرين هيخلصوا في آخر شهر 6، يعني بعد أقل من شهرين وكم يوم. الحاجة التانية اللي هقول لحضرتك عليها، إحنا هنشتغل في الصعيد كله بشكل إن إحنا بإذن الله خلال من هنا سنة ونص مش هيكون عندنا ملعب واحد في مركز شباب في الصعيد مفهوش إلا البنية الأساسية. أضرب مثل، مثلا الأقصر، إحنا عندنا أجمل مدينة شبابية في مصر كلها في منطقة اسمها الطود في الأقصر. مراكز الشباب اللي في الأقصر النهاردة في الوجه حتى الغربي في البر الغربي بقت على أعلى مستوى، عاملين فيها شغل كبير جدا. أسوان جددنا الاستاد بتاع أسوان وعندنا مدينة شبابية في أسوان. أخبار المنيا، يبقى استاد المنيا. استاد المنيا باختصار شديد عشان ما طولش على السادة المشاهدين، أنا اتعرض عليا تصميم لاستاد المنيا من أروع ما يمكن بتكلفة 300 مليون جنيه. واستاد المنيا بالتكلفة اللي ب 300 مليون جنيه ده، ويا ريت لو نعرف نجيبه يبقى حاجة كويسة يعني. إنما أنا بسأل حضرتك سؤال. اتفضل. لا دي ملاعب، ده مركز شباب على فكره. الملعب ده مش بتاع الفيفا يعني ولا في كاس العالم ولا حاجه، ده في مركز شباب يعني. ودي صوره حقيقيه يعني، ده في محافظه القليوبيه. طب ما تورونا تصميم استاد المنيا يا جماعه. لا يا فندم نتفرج اهو، مركز شباب الخرقانيه يعني برضو نتفرج على حاجات تانية. دي ملاعب الخماسيه. مركز شباب عرب صبيح، القناطر، اليوب. على فكره دي صور طبيعيه، مش وعلى فكره دي راحت للسيد الرئيس وراحت للسيد رئيس مجلس الوزراء. مش فوتوشوب يعني؟ مش فوتوشوب يعني. ودي مدينه الشباب ابو قير. ده الملعب احسن من استاد القاهره. انا بقول لحضرتك يعني دي مستوى الملاعب اللي احنا عملناها، ودي موجوده في كل حته من جميع محافظات مصر. فانا بس كل اللي عايز اقول لحضرتك على استاد المنيا، واحنا بنتفرج يعني على المراكز الشباب دي. استاد المنيا لما شفت التصميم، تصميم رائع جدا. الاستاد بيتكلف 300 مليون. نعم. سؤالي الاول لحضرتك، استاد كره القدم فيه كم ملعب كوره؟ ملعب وملعبين فرعيين اظن يعني. ملعب واحد. اللي سات 300 مليون، الملعب يكلف حوالي 3 مليون. الخرسانه تتكلف 297 مليون. طيب انا ما عنديش مانع وده ممكن يتعمل في استاد تاني، لكن انا كل اللي قلته ايه؟ هنعمل استاد في المنيا، بس يا جماعه بدل ما نصرف 300 مليون نعمل استاد يتكلف 100 مليون، 120 مليون بالظبط، 128 مليون جالي التصميم بتاعه. الاستاد بيشيل 12,000 قد استاد اسكندريه. يعني اسكندريه اللي هي العاصمه الثانيه لمصر هنعمل فيها استاد في المنيا قد استاد اسكندريه، بس هنعمله بالطريقه الحديثه، بغرف خلع الملابس الحديثه، بالاضاءه الحديثه، باللوح النتائج الحديثه. والفارق بالفلوس ديت ممكن نصرف على جميع مراكز المنيا وجميع مراكز الشباب. مراكز الشباب هناك. هيقول لي طب ما انت مركز الشباب عملت فيه كده. لا انا مركز الشباب عامل فيه كام ملعب؟ مئات الملاعب. بحيث انك اكبر عدد من الشباب يقدر يمارس الرياضه. لكن الاستاد ده هيفضل مقفول ومش هتلاعب عليه اكتر من مباراه او اتنين في الشهر. فهتلاقي عدد المباريات اللي تلعب، هو مهم ان يكون في استاد، ومهم ان يكون عندي بطوله. بس لما تيجي تحط استاد زي ده لازم تختار حاجتين، لازم يكون عندك مطار دولي في المدينه اللي فيها دي عشان لما تيجي تنظم بطوله هيسالك على المطار الدولي، ولازم يكون عندك من 5 إلى 6 فنادق 5 نجوم على الاقل عشان الفرق لما تيجي تقيم. لكن هتروح تعمل مكان زي ده في استاد زي ده في مكان ما فيهوش فنادق وما فيهوش مطار، مش هيعتبر ضمن الاستادات اللي ممكن تقام عليها البطوله. طب هتعملوا استادات في المدن اللي فيها مطارات؟ بالظبط كده. احنا بنقول ايه بقى؟ احنا عندنا يعني اسيوط في مطار. اسيوط في مطار، لكن ممكن ما يكونش في فنادق. لكن الاقصر في مطار وفنادق. فلازم تعمل في الاقصر. شرم الشيخ في مطار وفنادق. ده مش معناه ما تعملش في اسيوط او ما تعملش. احنا عملنا في بنها، عاملين استاد في بنها وكنا حاطين صور على الفيسبوك النهارده. ما فيش ولا مطار ولا فنادق. لكن احنا بنتكلم على استاد ايه؟ اللي هو استاد يشيل 12,000 15,000 ويتكلف 100 مليون، ما يتكلفش 300 مليون. انما الاستاد المغطى اللي بالطريقه المعينه بالشكل ده لازم يتحط في المكان اللي معاه لو جت مصر تتقدم في يوم من الايام لاستضافه بطوله ما يبقاش عندها منافس كبير. نعم. دي الفكره بس. لكن بقول لاهل المنيا هنبتدي 1/5 ان شاء الله في الاستاد المنيا. 18 شهر بالظبط باذن الله هنكون مخلصين استاد المنيا ومسلمينه لاهل المنيا. عندي صوره بس مش باينه قوي يعني، عمال ابص عليها من مركز شباب محطة أبو غالب، ده في محافظة الجيزة. ده طبعا مش عارف أوري حضرتك الصورة، بس طبعا هي الصورة حاجة كده أرض رمل قفراء. أكيد يا فندم. أنا بس بقول لكل الزملاء إحنا مازال عندنا مشوار طويل. إحنا بنتكلم في 4400 مركز. كل ما إحنا قدرنا نقول إن إحنا عدينا دلوقتي فيهم حوالي 2500. لسه عندنا حوالي 2000 أو 1500. من 1500 إلى 2000. والمرحلة الجاية اللي احنا شغالين فيها دلوقتي فيها 500 كمان، هنخلصها إن شاء الله قبل 30/9. ففي 30/9 القادم هنكون وصلنا ل 3000 أو كسرنا ال 3000.
فهيبقى لسه فاضل لنا 1000، فلسه في ملاعب سيئه جدا واسوأ من اللي هتيجي لحضرتك في الصور. لكن احنا بنقول احنا حاطين خطه ان شاء الله لو مشينا فيها بكل مجهود 31/12/2016 ما يكونش عندنا مركز شباب في مصر الا على الاقل في البنيه الاساسيه. جميلة، ترجع مدرجات؟ هترجع ان شاء الله بس مش قريب، يعني اتمنى ان احنا نعرف نكمل المسابقه السنه دي ان شاء الله زي ما هي، وما اعتقدش كمان ان السنه القادمه ربما تستمر بدون جماهير، وربنا يسهل بقى بعد كده. يعني ايه الاصعب، ان ترجع الجماهير المدرجات ولا ان الزمالك ياخد الدوري؟ لا، اصعب حاجه في الدنيا ان الزمالك ياخد الدوري، دي يعني بتحصل كل 15 سنه مره يعني. فيعني طيب مصطفى الجندي بيقول يا ترى ايه موقف الوزاره مع مشكله اعضاء نادي وادي دجله؟ مشكلة أعضاء وادي يعني احنا بنبحثها وعاملين لجنة، هي الموضوع صعب شوية. هي الفكرة كلها انك انت النهاردة بيبقى عندك نادي رئيس. النادي الرئيسي أعضاؤه لهم حق الانتخابات في الجمعية العمومية وحق الترشيح. وفي نوادي فرعية كتيرة بتفتحها. فكل واحد نادي، انت عامل نادي في أكتوبر وعامل نادي في القطامية وعامل نادي في مصر الجديدة، اللي بيخشوا فروع هذه النادي بتبقى الفكرة في الأول ان انا داخل استخدم المنشآت اللي موجودة في 6 أكتوبر أو في القطامية. لكن في النهاية بيقول انا عايز ابقى عضو جمعية عمومية. عشان ابقى عضو جمعيه عموميه يبقى ليا حق للترشيح والانتخاب، يبقى انا اقدر ارشح نفسي في النادي الرئيسي. فهذه المشكله، هل اعضاء الفروع دي كلها تخش كاعضاء جمعيه عموميه ويبقى ليهم حق بعد كده الترشيح والانتخاب؟ هي دي القصه اللي بيقولوا ان احنا ساعه ما مضينا هذه الاستمارات النادي بيقول انه ما كانش فيه يعني ان هم يبقوا اعضاء فروع بس، وهم بيقولوا لا احنا ما كناش نعرف ان احنا اعضاء فروع بس، احنا فاهمين ان احنا اعضاء جمعيه عموميه بحيث لينا حق الانتخاب وحق الترشح. وده احنا لسه بندرسه وهنشوف الاستمارات وهنقدر نوصل لحل توافقي بين النادي وبين الاعضاء بحيث ان احنا نقدر يبقى كل عضو بيمارس حقه في الانتخابات بشكل مناسب. يعني عايز اخيرا بس اسيب لحضرتك الفرصه انك توجه الرساله اللي تحب توجهها، كون انا ما سالتهاش او يعني ما جاش في بالي، فايه الرساله اللي تحب توجهها سواء كانت لجموع الناس او للشباب بشكل خاص؟ لا طبعا انا يهمني اوجه رساله للشباب واوجه رساله للاعلام. انا من الناس اللي مؤمنه جدا بدور الاعلام، وشايف ان الاعلام المصري القطاع الخاص والعام كان له دور كبير جدا في 30/6. وانا في وقت 30/6 قبل ثوره 30/6 كنت لا مش مسؤول ولا حاجه، كنت مواطن. انا كنت صحيح في حكومه الدكتور الجنزوري وخرجت في حكومه الدكتور هشام قنديل، وكنت قاعد في البيت بشتغل شغلي العادي في مكتبي الخاص وكنت يعني. لكن حجم الاعلام وحجم ما قاله الاعلام وصلنا لمرحله ان احنا منتظرين 30/6 وعايزين ننزل في 30/6 نعترض على اللي موجود. وفعلا نجح الاعلام في ان هو يؤدي رساله مهمه جدا لانه ينقذ مصر من اللي كان موجود فيها. احنا دلوقتي شيء مهم جدا، احنا بنتقبل كل النقد، وانا شخصيا زي ما بقول دايما زي ما بتقبل ان حد يشيد بيك في حاجه لازم تقبل انه ينتقدك لما تعمل حاجه. لكن انا كل اللي بقوله ان احنا الشباب بتاعنا في مرحلة من الارتباك شديدة جدا، لأنه شاف خلال الأربع سنين اللي فاتت الشيء ونقيده في أيام الفصول الأربعة. تسمع إن ده بطل قومي بعد شوية الأجندة، تسمع إن ده مش عارف مفجر الثورة وبعدين لا ده كان مش عارف إيه، تسمع إن ده بطل إيه وبعدين تلاقيه في السجن. فالشباب ما بقاش مصدق، ما بقاش عارف هو أنتوا بتقولوا عليا إيه وده إيه، فابتدى المشهد يرتبك عليه. وانا مقدر جدا ان الاعلام حر ويستطيع ان كل واحد يقول رايه ويقول رايه في اي شخص بدايه من رئيس الجمهوريه لغايه اصغر حد. لكن كل اللي انا بقوله ان هذه الوجبه الدسمه اللي خدها شبابنا في الاربع سنين اللي فاتت ما قدرش يستوعبها، ما قدرش يهضمها، زي ما تيجي لطفل صغير تدي له وجبه دسمه جدا ما يستحملهاش. أيوة. فما قدرش فلفظها. فكل اللي انا بقوله ان الاعلام المصري قد ما هو سلاح للتنوير مهم، نحتاج في هذا الوقت انه يقول ان مش كل الناس اللي بتستمع للاعلام هي الناس اللي فاهمه وقادره تاخد او يعني تفرز ما يقال وتستنتج منه الطيب. يعني اكثر الناس ثقافه اصبحت عندها مشكله حتى في انها تفرز يعني. بالظبط. فانا بتكلم بقى على الشباب، فكل اللي بقوله للساده الاعلاميين الافاضل اصحاب التنوير الرائع اللي عملوه لنا خلال السنوات السابقه رفقا بشبابنا، لان الموضوع فعلا بقى حتى في الامور الدينيه، حتى في الامور الرياضيه، حتى في الامور السياسيه، المشهد ارتبك في جميع المجالات، خلت الشباب الى حد كبير جدا حاسس ان انا مش قادر اصدق، لان خايف اصدق تاني زي ما صدقت قبل كده وانت رجعت تقول ده غلط مش عارف ده طلع كذا، خايف اتصدق وده وانفعل مع العالم الجليل ده ويطلع العالم الجليل ده عالم ارهابي ومتطرف، خايف السياسي الراجل اللي كنت شايفه هو ايقونه الثوره طلع بعد كده مش عارف ايه وبتاع. فانا كل اللي بقوله ان احنا على الاقل في عرض الامور نقول ان مش كل اللي بيسمعونا ناس على مستوى عالي جدا من الثقافه ومن العلم، ده في ناس لسه شباب ولسه في بدايه حياته يحتاج الامور بشكل اخف من كده شويه.
معالي الوزير خالد عبد العزيز، يعني الرسالة اعتقد انها وصلت يعني ليا، واعتقد انها تصل ايضا الى الكثير من الزملاء اللي فعلا احنا خايفين على البلد دي زينا زي كل ال 90 مليون مصري. بس انتوا دوركوا اصعب دور، لان انتوا تحت الاضاءة زي ما انت شايف، والناس بتصدقكوا لانكم نجوم ولانكم مشاهير، وفي ناس كتير بتتعاطف معاكم وبتحبكم وبتستناكم. وانا بشوف ناس كتير جدا قاعده مستنيه الساعه كام عشان يتفرج على فلان، وقاعد مستني الساعه كام عشان، ولا تتخيل حجم التاثير، وبيبص لك او بيبص لها وهو شايف ان كل كلمه بتطلع منك هو ده الحقيقه. نعم. فبالتالي لابد ان احنا نكون على قد ما نقدر يعني جديد. بشكرك على الصراحه والوضوح وسعه الصدر. استمتعت باللقاء مع حضرتك. انا اللي بستمتع دايما باللقاء معك يا اسامه. شكرا يا فندم. بشكر معالي الوزير المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه، وبشكركم على متابعتكم لينا. الاسبوع القادم ان شاء الله نلتقي على خير، عندنا مجموعه اخرى من الموضوعات هنفتحها، سواء كانت موضوعات محليه اقليميه او عالميه. نشوفكم الخميس اللي جاي على خير، واصبحوا على خير.